أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة في برنامج ما بين الشريعة والنعمة، وعنوان هذه الحلقة سلب حرية الفكر والعقيدة في الشرق الأوسط. سلب حرية الفكر والعقيدة في الشرق الأوسط. ومعي كاتب البرنامج الأخ كريم. كيف حالك أخ كريم؟ سلام ونعمة لك غز يوسف ولا ضيوفك الكرام والسادة المشاهدين، رب يبارك حياتكم جميعا. ومعي أيضا في الاستوديو القس جهاد. كيف حالك قس جهاد؟ علينا سيد جوزيف، تحياتي لك، الشرف أن نتواجد معك اليوم. هل الأخ عادل موجود معنا ولا لسه مش موجود؟ الأخ حسين، أوكي. طيب أخ كريم، أعطينا فكرة عامة عن البرنامج قبل أن ندخل في صلب الموضوع، سلب حرية الفكر والعقيدة في الشرق الأوسط. وبالحقيقة اللي جايين من خلفية إسلامية يعني دائما نتكلم ونقول أن الإسلام يسلب فكر الإنسان وحريته، ولكن في مقابل نرى كثير من الأحباء اللي يدافعون يقولون لا، الإسلام يضمن الحرية لكل إنسان ويعطي الحرية لكل إنسان وكل إنسان يختار ما يشاء. أنا لا أنكر أن هناك يعني في بعض العوائل ناس متفهمين، ناس متفهمين للموضوع في بعض عوائل، يعني ما أنا بعرف أصدقاء اللي شخصيا يعني تركوا الإسلام وأصبحوا مسيحيين، تكلموا مع أهلهم بكل بدون أي مشاكل، ولكن المجتمع يرفض، يعني جيرانه أصحابه أولاد خالته أولاد عمه يعني يرفضون، ونايك عن الدولة وحقوق الدولة اللي هي اللي يعني بالشرق الأوسط كل الدول يعني تحكمها دول إسلامية، ولو هي كانت لا تطبق الإسلام بطريقة صحيحة، ولكن يعني هم مسلمين، يعني حد الآن مسلمين. فاليوم في هذه الحلقة راح نتكلم يعني نوضح للسادة المشاهدين أن الإسلام يسلب العقيدة ويسلب التفكير، ولا يوجد للشخص أي تفكير في العقيدة في هذه يعني من الجانب الإسلامي، ولكن الجانب المسيحي أيضا راح نتكلم، وغزي هذا أيضا معنا راح نتكلم بالجانب المسيحي من الكتاب المقدس كيف الله أعطى الحرية للإنسان يختار ما يشاء وبدون عقوبة ولا توجد عليه عقوبة. وأيضا موجود هذا في الدول يعني الغربية اليوم، كل شخص يعني يعتنق أو يعبد الله بطريقة خاصة ولا يوجد عليه أي مشاكل. فلماذا الشرق الأوسط لا يسمح؟ لماذا لا يسمح بالتبشير؟ لماذا لا يسمح ببناء كنائس؟ لماذا ولماذا؟ أسئلة كثيرة نطرحها على السادة المشاهدين، ونتمنى من الأحباء على الفيسبوك يشاركون هذه الحلقة مع أصدقائهم، والأحباء على الساتلايت يشاهدون الحلقة الأخير ويتصلون بنا أيضا، ونطرح تساؤلات كثيرة، ونتمنى أيضا السادة المشاهدين من أحباء المسلمين يتواصلون معنا وفي الاتصال ويجاوبون على التساؤلات، أو إذا كان أي سؤال نحن نرحب بكل أسئلة. شكرا أخ كريم. قس جهاد، طبعا احنا عايشين في امريكا هون، والكونستيتيوشن بيضمن حريه الراي، حريه التعبير، حريه الحكي، حريه الـ اي شيء يعني الحريات، حتى حمل السلاح، اعطى حريات كثيره للانسان اللي هي الكونستيتيوشن ما جابهاش الا من الكتاب المقدس. صح. لان ما خلق الانسان حر حطه في جنه عدن وقال له هذه كلها لإلك الا شيء فقط طلبه من الله، لكن أعطاه كل الحريات أنه يهتم، يفكر، يعبر، يبني، يعمر، يعمل أشياء لا حصر لها، يخترع أشياء في الحياة. فدي يعني من هبات الله التي وصفها الله وحباها الله للإنسان. كيف يمكن لدولة معينة أو حاكم معين أو دكتاتور معين يبدأ أن يحرم الإنسان من الأشياء اللي حباها بها الله؟ على أقل شيء أن يفكر، ما يقدر يفكر، يقول لك بدك تفكر روح لرجل الدين هو يحكي لك، بدك تعبر أنت ممنوع، بدك تكتب مقالة معينة لا هذا غير قانوني، يعني ما مسموح فيه. فلما يتكبل التعبير الإنساني والفكر الإنساني والرأي الإنساني وحتى الحكي، كنا نخاف نحكي لحسن حدا يكون سمعنا من برا، صح، وبعدين يعمل مشكلة كبيرة أني كيف أنت بتفكر يعني. مع أني لما بتطلق حرية الفكر، حرية الإرادة، حرية التعبير، المجتمع بينطلق نحو أخلاقية جديدة ونمو اقتصادي جديد وأشياء لا حصر لها في حرية التعبير. يعني على سبيل المثال ممكن أنا أخذ، أنت عايش في الشرق الأوسط، أنت مثلا أخطأت في التعبير أو أخطأت في الحكي، أخطأت في التفكير، نحطك في السجن هلأ. لكن هل السجن يقدر يسجن الفكر؟ ما يقدر، لأن السجن أربع حوائط،
الفكر عقلي كياني من الداخل، القلب من الداخل، ما يقدر يسجنوه، لأنه بيفضل يفكر ويفكر ويفكر، لأن هذه شيء أعطاه الله من طبيعة الإنسان. أنت عند رب بيتك فبتفكر في مصلحة البيت ومصلحة الأولاد ومصلحة المستقبل، وتفكر كيف تعمل أشياء في الحياة لتحسن أوضاعك الاجتماعية والاقتصادية والروحية، وهذه أشياء كثير يعني الله بيعطيها للإنسان. نعم. كيف يعني وصلنا إلى هذا المدى أن دين يقول أن أنا آتي من عند الله بالرحمة والإحسان والأخوة والمحبة وكل هذه الصفات؟ نعم. التي تصبح لا معنى لها عندما يتحكم إنسان في فكر إنسان وفي تعبيره وفي حكيه وفي رأيه. صح. تفضل. أسيس جوزيف، يعني حلقة اليوم مميزة جدا، أولا لسبب عدم تواجد الإعلان هيدا في محور ديني معين. بمعنى تاني الفكر والعقيدة مش مشروطة مجرد بدين. أيوه. يعني الله عندما خلق آدم وحواء لم يفرض الله رأيه على آدم وحواء. تصور لوين، بس قال على شبهه على صورته. أيوه. فقط، بس الله أعطى تحذير لآدم وحواء. أيوه. قال ما تاكلوا من هاي الشجرة، وصية واحدة أعطاهم. أيوه. إذا بتاكل منها موتا تموت. تموت. فالرب أعطى حرية لآدم يختار. يا إما يطيع كلمة الرب أو يعصي كلمة الرب. أيوه. فالرب ما فرض رأيه حتى هيدي دقيقة. الله لا يفرض رأيه على إنسان طبعا. أوكي. فلذلك بنشوف اليوم أنه مشاكل العالم كلها نتيجة فرض الرأي على الآخر اليوم وعبر السنين. حتى كيف يحكي؟ مش بس هيك، عبر القرون الحروب بين الشعوب. أيوه. كانت شعب يفرض رأيه على شعب آخر، فالقوي كان يتحكم على الضعيف. أوكي. يعني لاحظ انه الشعوب الامبراطوريات بالماضي وحتى يعني بالعصر الحديث بنلاحظ انه الدكتاتورية هتلر وموسوليني كانوا يفرضوا ارائهم على الشعب، واللي ما يقبل رايهم يقتلوه. أيوه. والدكتاتورية اليوم بالشرق الاوسط نفس الشيء. حكام الحكام بالشرق الاوسط بسوريا بالعراق بالسعودية بمصر، اذا انت بدك تعارض تعطي رأيك ضد الحاكم بيشيلوك بيفنوك. ليش؟ حتى لو كنت على صح. المصريين يقولوا بيرموك ورا الشمس. يعني يعني اليوم صارت الحرب حرب فكرية عقائدية. أيوه. عبر التاريخ كله. لكن لاحظ أسيس أنه أمريكا لما تأسست، ليش تأسست أمريكا؟ أولا الناس اللي إجوا لأمريكا إجوا من بريطانيا هروبا من نفس الشيء الإنجليكانية اللي كانت بدها تفرض على الشعب البريطاني كيف يعبد الله. أيوه. يعني كان فرض الكنيسة الإنجليكانية كانت الكنيسة الحكومية الرسمية الرسمية. أيوه. فأنت إذا ما بتعبد بالكنيسة الإنجليكانية تعتبر خائن للدولة. أيوه. فاللي هربوا من 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 بريطانيا لهون إجوا هربا للحرية، بدهم يعبدوا طبعاً. ما بدهم حدا يفرض عليهم كيف يعبدوا الله طبعا. فأسسوا بأمريكا البيلجرامز. أيوه. عبادة الله والكونستيتيوشن تبع طبعاً. أمريكا شو بيقول لك بالكونستيتيوشن؟ الحكومة لا تفرض دين. أيوه. ليش؟ لأنه عيشوا بالماضي ببريطانيا أن الحكومة كانت تفرض دين، فما بدهم دين محدد يفرض على الشعب. أيوه. عارف كيف؟ فلذلك الحرية اليوم بأمريكا مأخوذة مش بس من الكتاب المقدس، مأخوذة على أساس عبادة الإله الحي الحق طبعا. فلذلك في حرية كاملة بأمريكا. لكن للأسف 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 بقولها مع كل أسف إنه لما الإنسان يمتص الحرية للشر بيصير في عندك قياس طبعا، ممكن يسيء استخدام الحرية بالضبط. واليوم عم نشوف بأمريكا إنه لأنه ما في طابع حقيقي مدعوم بالحكومة، بدك تعبد الشيطان بأمريكا عبده. أي. بدك تعيش بمثلا الجايز المثليين وإسيس ملحد أي شيء بدك اللي بدك يعمل everything goes. هون ما عاد في عندك حق وباطل، صار في عندك قياس. فهون لما بيجي واحد بيقول لك الكتاب المقدس بقول كذا وكذا وكذا، بيقول لك مين قال لك الكتاب المقدس هو أساس الحكم؟ بقول لك انت بالنسبه لك الكتاب المقدس، بالنسبه لي ما في كتاب مقدس. ف
فهون ما عاد في تعريف حقيقي بين الحق والباطل. ولما الإنسان ما عاد يعرف يميز بين الصح والغلط بصير ميت الإنسان. بس في خطورة أن الدولة تفرض حق وباطل كمان. يعني الدولة ما تقدر في أمريكا تقول لك المسيح هو الإله الحقيقي وغيره غير حقيقي، إذن راح يصير كمان مشكلة تانية في أمريكا. بس في شغل، لكن اللي بحب أقوله أن الكنيسة إلها دور عظيم جد جد في التوعية. فأعتقد أن ما نقول نحكي فيه اليوم هو فشل الكنيسة في إيصال الرسالة للأمريكيين بصفة سليمة وصفة يعني مرسخة في طفولتهم في مدارسهم في كل شيء. يعني تعرف أن الأوانين بتتغير لما يقول لك الكتاب المقدس غير مسموح في المدرسة، هلا ما تصلي في المدرسة. إذن أخذنا خطوة أن إحنا في عقول الأطفال أنه ما في إله، بدك تصلي تصلي وما بدك تصلي ما بتصلي. فالحكومة إلها دور والكنيسة أكثر إلها أكثر دور فعال في تنمية الوعي الروحي في أمريكا. بس في شغلة أساسية أسيس، نحن منقول أنه الشر عم بيزداد بسبب الإنسان عم بيفعل الشر، لكن الخطر الأعظم من ازدياد الشر أنه الشخص الصالح بطل يعمل صلاح. هذا اللي بحكي عليه أنا. فالمشكلة الشر عم بيزداد مش لأنه الإنسان عم بيعمل شر، لا، لأنه الإنسان توقف أنه يعمل الخير. مثل الظلمة بتجي بس تطفي النور، طالما النور مضوى ما في ظلمة. فكيف يجي الشر؟ لأنه الخير ما عاد ينعمل. كيف بيجي الظلمة؟ لما منطفي النور. وهيك عم بيصير بأمريكا. بأمريكا العالم بالماضي كان لما بدك تعمل خير أمريكا كانت تعطي وتعطي وتعطي ولسه وتعطي. ولسه بتعطي لليوم. بس المشكلة اليوم شو صار فيه؟ صار فيه أخذ. يعني بيقول لك اليوم ترامب بيقول لك make America great again. يعني me myself and I، يعني أنا بس الأهم، غيري بعد حماري ما ينبت حشيش. فاللي عم بيصير اليوم حتى داعش اليوم ليش عم بيعملوا الإجرام؟ لأنه بيقول لك إن الدين عند الله الإسلام، خلص الإسلام وبس، غير الإسلام كله حشيش. بس ما حلوا المشكلة. ما المشكلة إنه لما أنا أطلع على حالي وإنسى غيري، أولا بصير أنا متكبر، ثانيا بصير أنا أحسن من غيري أطلع على حالي، ثالثا بصير أعمل إجرام لحتى احمي حالي. وهذا هيك هتلر عمل، وهيك كل الدكتاتوريه عملوا، وهيك الحروب بالعالم عم بتصير. لما انا اطلع على حالي انا منيح والباقي كله شر، عرفت كيف؟ بصير في كبرياء عندي. والرب علمنا شيء واحد كثير حلو بالكتاب المقدس لشعب اسرائيل خصوصا. شو قال للرب لشعب اسرائيل؟ وهذا الكلام المسلم لازم يفهمه، انه الرب قال لشعب اسرائيل مثل ما انتوا كنتوا اسرى وغرباء في ارض مصر وحررتكم، انتوا يا شعب اسرائيل اهتموا بالغريب طبعاً مثل طبعاً القريب. لانه انتوا كنتوا غرباء وانا حميتكم. اليوم اللي عم بيصير في نفور من اسرائيل، نفور من المسلمين، نفور حتى من المؤمنين. ليش؟ لانه كل واحد عم بيعيش لنفسه. المسلم عم بيعيش لنفسه، المسيح عم بيعيش لنفسه، واليهود عم بيعيش لنفسه. فما في عندك محبه ظاهره للاخرين. يعني محبه الرب شو قالنا؟ ألا أحبوا أعدائكم. نحن شو بنعمل؟ منقتل عدونا. داعش عم بتقتل عدوها، إسرائيل عم بتقتل عدوها، المسيحي عم يتفرج هيك مش عارف شو بده يعمل، ضايع مش عارف شو بده يعمل. فلذلك رسالة المسيح ما عم بصير فعالة. ليش؟ لأنه العالم مش عم يشوفوا المسيح فينا. لو اليهودي بيشوفوا المسيح فيي ما بقعد يقتل غيره ويكره غيره، لو المسلم عم يشوف المسيح فيي ما بقعد يكرهني ويقتل بالناس. هذه المشكلة. شكرا قس جهاد. طبعا قبل ما اروح على الاخ كريم ونبدا الفيديو الاول، راح اطرح عليكم الوصايا العشرة اللي اجت في 1400 سنه قبل الميلاد. 1400 سنه قبل الميلاد. انا الرب الهك، لا يكن لك الهه اخرى امامي، لا تنطق باسم الرب الهك باطلا، اذكر يوم السبت لتقدسه، اكرم اباك وامك لكي تطول ايامك على الارض التي يعطيك الرب إلهك. هدول هما الثلاثة اللي جايين، هدول اهتمام حلقتنا اليوم. لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشتهي، لا تشهد على قريبك شهادة زور، لا تشتهي بيت قريبك، لا تشتهي امرأة قريبك وكل أملاكي. لكن أنا بركز اليوم على الوصايا الخمسة ستة سبعة. لا تقتل، لا تزني، لا تسرق.
تفضل أخ كريم احكي معنا شوي عن الموضوع وقدم لنا الفيديو الأول. شكرا لك قس جوزيف. أنا بقتبس كلام أحد الأحباء اللي هو كان أساسا مسلم، يعني عندما ترك الإسلام تأتي هجمات كثيرة من الأهل من الأصحاب، كان يقولوا له أنت تحب الشهوات، يعني أنت محبيت ملذات الدنيا. فهو يتساءل يقول ما هي ملذات الدنيا؟ يقولوا له أنت غيرت دينك لكي تكون يعني تزني وتسرق وتعمل هاي كل الأعمال. فالوصايا اللي قريتها تنهى عن هذا الأمر نهيا باتا. وهل الإسلام حرم هذه الأمور لكي أنا أغير ديني وأروح أجد هاي الأمور في دين آخر؟ ما هو الإسلام يحللها، يعني يعطيك أربع زوجات يعني أرضيا، ويعطيك حور العين بعدين، ويعطيك يعني ملك اليمين والسبايا وأمور كثيرة يعني. فهو جاوبهم باختصار قال لهم إذا كنت يعني حبي للنساء خلاني أترك الإسلام، فيجب أن حبي للنساء يجعلني أتمسك بالإسلام أكثر، لأن الإسلام فيه أنواع وأشكال الزواج يعني، وأنواع وأشكال يعني الأمور اللي موجودة. هذه الوصاية رقم 10، لا تشتهي امرأة قريبك. تفضل. أي لا تشتهي امرأة قريبك ولا تنظر إلى أمرأة لكي تشتهي. نعم هذا كلام الكتاب المقدس، وهذا كلام الربي يسوع المسيح أيضا أكد عليه في العهد الجديد. العهد الربي يسوع المسيح يبني الإنسان، ولكن للأسف الشديد الديانات الأخرى وخصوصا الإسلام يهدم الإنسان هم داخليا وهم معنويا وهم حتى يعني من كل اللحاظ. إذا يعني نظرت إلى إنسان تجده مهزول، وحينما يشق العقل ويختار أنه مسار لحياته، الآن كانت مسيحية أو غير المسيحية، إذا اختار مسار لحياته تأتي هجمات يعني لا حصر لها. الدول الإسلامية بالحقيقة دول فاشلة ودول تخاف جدا. يعني الآن لماذا المسلمين يمنعون تبشير الإنجيل؟ يخافون. يعني أقول لك الإسلام إحنا ليس لنا بضاعة، هذه ما يقوله علماء المسلمين وليس أنا. نحن ليس لنا بضاعة، البضاعة اللي عندنا هي بضاعة يعني متوازن، يعني ليس بضاعة جيدة. نحن نستطيع نحكم المسلمين اللي موجودين في البلد في الدين اللي عندنا، ويوجد هناك يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مؤسسات بالدول الإسلامية اسمها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الأمر بالمعروف، ما هو المعروف؟ أنك تتبع الإسلام دينا وتنهاك عن المنكر. ما هو المنكر؟ انك تتبع ديانات اخرى او ترتد عن الاسلام. هذا غير الاسلام غير مقبول غلط. عندما تركت الاسلام انا، خليني احكي لك بسيط يعني، انا عندما تركت الاسلام اجيت يعني يوم من الايام اني اتكلم مع ناس اعرفهم يعني شخصيا، قلت لهم انا اختاريت مسار لحياتي اللي هو المسيحيه. قالوا الاسلام حق؟ قلت لهم يعني كيف الاسلام حق؟ ممكن تكلموني؟ هم لم يكونوا يعرفوا الاسلام جيدا يعني، هم مسلمين بالبطاقه وهم اصدقائي طبعا. فقالوا لا، هو بما أنه يعني إحنا بالدول الإسلامية والناس كلها مسلمين والعدد كثير جدا، فهو الحق يعني بالعدد نتكلم. طيب هل في العقل والمنطق يقولنا الإسلام حق ويجب علينا نتبع الإسلام بالعدد؟ أيضا إذا أخذنا العالم كله وليس فقط الشرق الأوسط، الإسلام لا يطلع بالعدد أكثر يعني، فالمسيحية أكثر من الإسلام إذا كان العدد. إحنا لا نتباهى بالعدد، بس أنا حواري مع هؤلاء الأحباء يعني هكذا. فحينما هل قريت المسيحيه؟ قالوا لا توجد مسيحيه في بلادنا. طيب اليهوديه قريتوها؟ قالوا لا. طيب ما هو المسيحيه؟ نفس الشيء، يقولون ديننا هو دين الحق اذا كانت المسيحيه دينا اساسا. المسيحيه تقول المسيح هو الحق، والمسيح قال عن نفسه هذا، واليهوديه ايضا تقول ذلك، والبوذيه، كل واحد يعني ما في حد يقول لك اني انا اتبع رسول او نبي او ديانه فاشله، لازم يقول لك اني انا الحق. فانت كلامك لا يختلف عن الاخرين. هل انت قريت بنفسك وفحصت تستطيع تعطيني الادله؟ الإجابة كانت ببساطة، لا يوجد لدينا بالشرق الأوسط حرية للقراءة فقط، حتى للقراءة فقط لا يوجد لدينا حتى للقراءة فقط. فللأسف الشديد دول الإسلامية منعت الناس، لأن الإسلام إذا اليوم يعني أنا بتمنى كل الأحباء المسلمين وأيضا شيوخ المسلمين يسمعون هذا الكلام، إذا اليوم الدول الإسلامية طلعت يعني بقرار وقرار صائب وقرار من أعلى مركز بالسلطة أو الدولة الإسلامية مثل الشيخ الأزهر أو جامعة عبد الملك بن عبد العزيز، يعني الشيخ يطلع لنا ويقول لا يوجد حد ردة، كل من يختار ما يشاء. صدقني لم يجد أحد بالإسلام إلا المشايخ طبقة فقط. لم تجد أحد بالإسلام، فقط المشايخ طبقة، لأن لا يطابق لا عقلا ولا منطقا ولا نصا. العقل يقول لك لا، أنت لا تستخدم عقلك أساسا، العقل خليه على جنب. طيب أنا كيف خلي عقلي؟ يقول لك أخذ النقل، غدس النقل، قال فلان عن فلان عن فلان، يعد لك 14 شخص اساسا انت ما تعرفهم مين هم. يعني اذا ردت تتبعهم وتعرفهم تجدهم منقطعين واحد عن واحد، واحد لا يعرف الثاني.
عن فلان عن فلان عن فلان قال صلى الله عليه وسلم سلم أمرك كلها بالأمر. طيب ممكن هاي الناس واحد منهم كذاب قال لك استغفر الله كيف كذاب. طيب ممكن نساء قال لك لا دول ما ينسوا. هاي الأمور كلها متراكمة هكذا. الإنسان هكذا يقدم البضاعة. فهاي البضاعة اليوم عند العلم وعند البحث والإنترنت والغنوات وخصوصا القنوات الآرامية في الشرق الأوسط لا يوجد أحد يعتنق الإسلام ويقول الإسلام أنا من كل قلبي غريته وفاهمه واتبع الإسلام حقا. لماذا أنت مسلم؟ لأن مولود مسلم. لماذا أنت مسلم؟ المكتوب بالبطاقة مسلم. لماذا أنت مسلم؟ لا توجد حرية لقراءة ديانات أخرى. هذا هو إجابة المسلمين اليوم ومعظم المسلمين. فيا ريت نشوف فيديو رقم واحد ونرجع نعلق عليه. قبل ما أروح على فيديو رقم واحد، إحنا تركيز حلقتنا اليوم الفكر والعقيدة. ما هو الفكر وما هي العقيدة؟ ده اللي إحنا عنوان برنامجنا اليوم. والفكر والعقيدة إحنا بنقول إنه دي ممنوعين في شرقنا الأوسط. فعزيزي المشاهد خطوط التلفونات مفتوحة على الشاشة راح تكون موجودة. إذا كان لديك تعليق معين أو تفسير معين للفكر أو العقيدة أو سؤال معين لضيوف الحلقة أهلا وسهلا فيكم، في التلفونات مفتوحة. خلينا أروح قبل الفيديو على الأخ حسين. أرحب به، كيف حالك أخ حسين؟ أهلا، كيف الرب يبارك حياتك. تحياتي لك وإلى مشاهدي قناة الأرامية والعاملين فيها، رب يبارك حياتكم ويباركك. طبعا أنت عارف موضوعنا اليوم الفكر والعقيدة. ما هو الفكر وما هي العقيدة؟ ما هو الإيمان الذي يؤمن به والفكر اللي بيفكر فيه الإنسان؟ الله حبا أن يفكر، ميزه عن كافة المخلوقات بالتفكير والعقلانية. فده موضوعنا أعزائي المشاهدين، فترقبوا فقرات الموضوع وبعدين تابعونا بالتليفونات إذا أردتم. يعني كتاب مطبوع من جامعة الأزهر للطلبة اللي بيدرسوا في جامعة الأزهر، إني ممكن يأخذ رأس واحد ويطبخها ويأكلها. إلى أين سنصل؟ إلى أين تردي؟ ها؟ شيوخ المستقبل. شو يعني؟ إحنا عندنا مثل العربي يقول لك التعليم في الصغر كالنقش على الحجر. نعم. يعني بتعلم أولادك شيء بينمو على هذا الشيء. صح. فيعني شيء غريب جدا. إحنا هلأ عايشين بنقول في القرن 21 ونقول للناس ندرسهم في الكتاب أن التربية والتعليم، وبعدين الكتاب اسمه الإقناع. أي إقناع هذا؟ أي إقناع هذا؟ أي يعني تخيل معي أن آب بيربي أولاده وبعدين في فكره أنه ابنه إذا ترك الصلاة أنه راح يقطع رأسه ويطبخها ويأكلها. شو يعني؟ يعني شيء يعني وصل إلى أدنى وانحط إلى أدنى المستويات. الإنسان بقلبه رحمي أكثر من إله الإسلام. واو. يعني شيء حتى العقل منطقيا كيف يقبل؟ نعم. احنا بنحكي عن آكلين اللحوم في الزمانات الأخيرة في أفريقيا. نعم. لكن هلا في كتاب معين يقول لك لازم تعمل هيك؟ وتعلموا في المدارس الثانوية، المدارس الأزهرية للطلاب. يا حسين كيف حالك؟ علق على الموضوع شوي. أهلا يا قس يوسف، الرب يبارككم. تحياتي لك إلى القس جهاد، أنتم أبطال في المسيح. والأخ كريم الإيراني، كل شيوخهم عاجزين عن رد على أسئلة الأخ كريم. رائع، الرب يباركك يا بطل. باسم الرب أطلب من الرب أن يستمر عمل قناة الأرامية وجهودها في توصيل رسالة الحق. بالنسبة للفكر والعقيدة، الفكر والعقيدة هو كل ما يفكر به الإنسان ويعتقد به من أي شيء، من نواحي دينية أو سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو أفكار. وهذا مكفول بقوانين البشر، أنه وكفطرة إنسانية نعلم أن هذه الأشياء هي حرية شخصية لمعتقد الإنسان. ما لم يؤثر عليك بالضرر بيده وليس بلسانه. لسانه لا يحق لك أن توقف لسان أحد إذا أراد أن ينتقد. كل القوانين تكفل هذا. ولكن لماذا دولنا في الشرق الأوسط؟ في الحقيقة أن الشرق الأوسط يسيطر عليه في بداية، قبل أن يسيطر عليه الإسلام كانت تسيطر عليه معظم قبائل وحكام طواغيت. ومثلا كان يضم في بلاد العراق، كان يحكمها من إمبراطورية الساسانيين الفرس. أيضا كانوا يعني أيضا كانوا أنه أحدهم هو الذي يحكم ويسيطر على كل شيء.
بعدها بقيت هذه النواحي القبائل العربية لم تكن عليها أحد متسلط، إنما كان كل قبيلة تحكم نفسها، فلذلك استمر بينهم البطش والمذابح. وتلك دول الشام كان يسيطر عليها الروم. فلكن عندما جاء الإسلام من الواضح أنه رأينا أنه بمجيء الإسلام وحد هذه القبائل بحد السيف، وعندما أصبح حد الردة ذهبت جيوش أبي بكر إلى من؟ إلى قتال هذه القبائل التي ارتاحت من بعد موت محمد، وظنوا أنهم عادوا إلى ما كانوا عليه. ولكن العجيب نرى أن أبي بكر وجيوشه لم تكن تأتي إلى الناس وتقنعهم بالدليل، ولا تقول لهم لماذا ارتدتم ولماذا تركتم الإسلام. كانوا يقول له ارجع إلى الإسلام ثلاثا، وإلا فبيننا وبينك السيف. طيب كيف يرجع؟ إذن المسألة واضحة وضوح الشمس، إن إن الحكومة الإسلامية في بدايتها والنظام الإسلامي الذي قام لا يريد من الناس إيمان. كان يقول لا تقولوا آمنا بل قولوا أسلمنا. لم يكن يريد من الناس إيمان، لأنه يعلم غاسلين منهم، يعني يعلم إنهم لا يؤمنون أصلا، لأنه دين من صنع بشر وكذب. ولكنهم ماذا استخدم السيف؟ لماذا؟ لأنه يريد منهم أن يسلموا. ما معنى أن يسلموا؟ أن يكونوا تحت الحكم الإسلامي في الحياة الدنيا. إذن النظام الإسلامي في بدايته لا يريد من الناس إيمانا بالله تعالى أو اتباع وصاياه واتباع الدين الحنيف كما يزعمون، لا، بل يريد منهم إسلاما على الأرض. وكذلك من الخوف بعض القبائل، عادة ليس قبائل بعض الناس، ولذلك في أول حروب الإسلام وفي بدايتها بعد موت محمد قتل نصف العرب، أو أكثر من نصف العرب قتلهم أبي بكر في حروب ما سماها بالردة. والذين عادوا ماذا؟ هو العرب، هم كتبهم تقول إن العرب قاطبة قد ارتدت عن الإسلام قاطبة، ولكن بحد السيف أعاد الناس. لذلك الآن المجتمع الإسلامي ترى فيه النفاق، ترى فيه كل شيء، ترى فيه أنه يصلي ويصوم، ولكن ترى يعمل كل الأشياء الرديئة والفواحش على سبيل المثال، وهو نفس اللحظة يعلم أن الصلاة يجب أن يفعله والفواحش لا يفعل، لكنه يفعل هذه الأشياء ولا يفعل هذه. لماذا؟ لأنه مجتمع منافق تربى على هذه الأشياء. ليس كل الناس، ولكن الكثير من يدعون التدين. لم تجد متدين بالإسلام مستقيم على حد سواء يطبق كل ما هو جيد في الإسلام. لذلك الإسلام يريد منك الطاعة على الأرض، يريد منك أن تخضع. لذلك هم حتى في فتاويهم لا يجوز لك الخروج على الحاكم حتى وإن جلد ظهرك وأخذ مالك وسلب عرضك، حتى لو أخذ عرضك وأخذ امرأتك منك وأخذ نسائك لا يجوز لك الخروج عليه. لماذا؟ لأنه معلوم أن هذا الدين دين نظام سياسي لا علاقة له بالإيمان أصلا. خالد بن الوليد أعاد بعض من الناس بماذا؟ ليس بالإقلاع، بل أعادوا بإعطائه الزكاة، وأعادوا بكلمة الإسلام. لذلك كان محمد يقول أريد منهم الظاهرة للباطن. لاحظ، أريد منهم الظاهرة للباطن، يعني يريد منهم فقط القول إنهم طائعون له، إنهم يطيعون محمد ويأخذون وصايا على الأرض، لا علاقة له بإيمانهم. هذا واحد. أما تعقيبا بسيط وبسرعة على عجالة على الفيديو، عندما يقول يجوز أكل المرتد، نعم، هم يفعلون إسوة برسول الإسلام محمد. ماذا فعل؟ كنان بن الربيع قتله وشواه، وماذا فعل؟ وضع النار على صدره وبطنه وشوى جسده وقتله. وخالد بن الوليد وأخذ امرأته واغتصبها بنفس اليوم، هذا ما فعله محمد. وكذلك خالد بن الوليد قتل مالك بن نويرة، وأيضا قطع رأسه وشوى رأسه وطبخه، وكذلك أخذ زوجته واغتصبها بنفس اليوم وقتل كل القبيل. فهم يفعلون إسوة سيئة بمحمد وأتباعه. شكرا لك حسين. أخ كريم، برضو رح أرجع لحرية الفكر والعقيدة. طبعا في المجتمعات اللي متحضرة في احترام، في أخوة، في محبة، في تعايش سلمي، في كرامة للإنسان، كيف يثبت أن الإنسان لا يصلي عشان يطبخ راسه؟
يعني كيف يحكموا على قتل إنسان؟ كيف كانت الطرق التي يثبت فيها أن هذا الإنسان لا يصلي؟ هو بالحقيقة محمد ثبت الإسلام بالرعب. عندما أولا ثبت الإسلام بالرعب، هو هذا ما يدل عليه القرآن، يعني في سورة الأنفال الآية 60 يعني وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله. يعني لازم يكون هذا ترهب الناس. عدو الله مين؟ اللي ما يعبد الله، اللي ما يصلي، اللي ما يعطي الزكاة، عند الشيعة اللي ما يعطي الخمس، هذا يسمونه عدو الله، يعني محارب لله. وفي يعني هل الله موجود إله الإسلام على الأرض علشان نحارب؟ يقول لك لا، أنت تحارب بفكرك وعقلك، إذا حاربت الله بفكرك وعقلك فأنت محارب لله. والذين يحاربون الله يقتلوا أو يغتل ما بعد تغطى أيديهم وأرجلهم من خلاف، ذلك خزي لهم في الدنيا وفي الآخرة في عذاب. يعني حتى بالدنيا أعطى الأمر لولاة الأمر، ولاة الأمر اللي هم اليوم شيخ الأزهر وغيره. شيخ الأزهر هذا الكتاب لحد اليوم موجود، لحد 2019 موجود، يدرس في الصف الثالث السنوي لكل الطلاب. يعني جميع شخص خريج أزهر قرأ هذا الكتاب، يعني من المادة، ليس كتب من كتب الأزهر موجودة بالمكتبة، لا، هو من المادة الدراسية. يعني كل الطلاب اللي يخرجون يقرون هذا الكتاب. هذا الكتاب يقول اللي ما بيصلي يحق لك أن تقتل، وبعد وتطبخ من لحمة وتأكل تشوي وتأكل. واو. هذا الكتاب هكذا يقول. اللي ما يصلي هذا الأمر الأول. الحكم الثاني والمرتد، المرتد تقتله بدو الرجوع للحاكم. يعني ما نروح نراجع اليوم الرئيس دولة نقول له هذا مرتد نقتله ما نقتله، لا، أي شخص بس يكون عندك شاهد. يعني الإسلام أيضا بالعدل وضع شاهد، لازم شخص يعرف وتأكد أن اثنين أشخاص أنتم يعني مثلا واحد منكم يتأكد أن هذا مرتد والثاني يقتل، فهذا شاهد يقول لك ليش قتلته هو مرتد، أنت متأكد مرتد؟ آه عندي شاهد أنه مرتد، خلاص دمه هدر. هذه الطريقة محمد قتل أربع نساء كلهم، يعني هو لم يقتلهم بإيده ولكن هو أعطى جواز لقتلهم. واحدة أم ولد عندها ولد يعني يقول لك مثل اللؤلؤ، وعندها زوجها عام، وجوا ولدوها أمام المسجد ميت الصبح، هي الرسول يصلي لقاها ميتة من المسجد. من قتل هذه الأمرأة؟ قال زوجها. وضع جابوا رجال أعمى، لماذا قتلتها؟ قال سبتك يا رسول الله، قال دمها هذا، روح البيت عادي جدا ولا تدير بال. طيب مين قال أن سبتك؟ يعني هل كان هناك شاهد؟ هو أعمى هذا الشخص، ممكن ما ثبتك، ممكن تكذب. سبتك يا رسول الله، قال له خلاص. وحدة تانية قال له سبتك يا رسول الله، خلاص. والرابعة أربع نساء هكذا يعني. فإذا كانت العقيدة الإسلامية، ليس المشكلة في شيخ الأزهر وليس المشكلة في هذا الكتاب، ولكن الأفكار اللي قبل 1400 سنة اللي أصحاب الأفكار ماتوا ولم يعودوا للعالم مرة تانية، لا يكون في زمنهم لا تكنولوجيا ولا علم ولا ثقافة أبدا. يعني ناس رعاة غنم ما كان عندهم أساسا، يعني ناس ساكنين بالصحراء، أفكارهم اليوم تدرس لحد 2017 تطبع هذه الكتب وتباع، وكما قال أخ حسين يعني مالك بن نويرة وأبو بكر وغيره هكذا عملوا، كلهم هكذا عمل. فعندما اليوم نتكلم على الشرق الأوسط نقول الحرية وتفكير والعقيدة، طيب كيف يفكر الشخص إذا كانت العقيدة هكذا تقول؟ فمحمد علمهم الرعب، يرعبون الناس لكي الناس لا ترتد عن الإسلام. المهم إنهم يبغون بالإسلام، المهم إنهم يبغون بالإسلام. وفي آيات قرآنية أيضا تتأكد على ذلك، من آمن وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن لسانه مش مشكلة، اللسان ما عندنا مشكلة معه، هو ممكن يسافر لأي دولة تانية يقول أنا كافر عادي جدا، اسمها التغية، ممكن يروح يقول أنا كافر عادي، بس قلبه لازم يكون مطمئن بالإيمان. يعني مطمئن بالإيمان أي إيمان؟ هل إيمان بالله؟ لا، انتماءه للإسلام، الانتماء، المسلمين يفعلون على الانتماء وليس الإيمان بالله، لأن الإيمان بالله لا يقدم دليل، ماكو دليل. يعني ما هو الدليل أن محمد رسول؟ يعني أبسط سؤال، ما هو الدليل أن محمد رسول؟ صفر، لا يوجد دليل، هو قال إني أنا رسول، تقبل تقبل ما تقبل تقبل. طيب أعطونا دليل، أعطوني نبي واحد تكلم غير هذا رسول، ما معجزة لعملها خارقة للعادة والناس يعني تعجبت عليها، ما طيب على أي أساس؟ يعني على أساس السيف. فاليوم السيف هو يحكم بالدول الإسلامية. دولنا الإسلامية للأسف الشديد هي لا تستطيع طبق الإسلام كامل، اللي طبق الإسلام كامل على أرض الواقع واللي أعطى الناس جميعا هو داعش، ولكن الدول الإسلامية فكرهم نفس فكر داعش، اعتقادهم نفس اعتقاد داعش، لا يختلف ذلك أبدا، ولكن تطبيق لا يستطيعون يطبقون، لأن هناك دول، هناك حريات، وهناك اتفاقيات، وهم ليس الدول الأقوى، يعني هم الدول الأضعف،
فلا يستطيعون يقتلون يعني المرتد بالشارع، ولا يستطيعون يرجمون، ولا يستطيعون يقطعون الأيدي والأرجل من خلاف، ولو عملوها بعض يعني بعض الدول غليل جدا، ولو الآن يعملونها ولا لكن يوجد كاميرا. بس إذا كانت الدول الإسلامية اليوم من الأيام صارت قوية، راح نشوف اللي شفناه في داعش نشوفه تحت علامة الدول الإسلامية تعمل، لأن عقيدة الإسلام هكذا. فاليوم خطاب الأحباء المسلمين وخصوص الشباب من المسلم، الإسلام لا يعطيك شيء لا بالأرض ولا بالجنة، لا توجد الجنة بالإسلام، ولا يقدم لك دليل، وإذا ترتد عن الإسلام تقتل. طيب هل هذا الدين من الله؟ سؤال بسيط، هل هذا دين من الله؟ إذا كان الله يحامي على دينه بأن بناس أشخاص وهم على فكرة يعني فاسقين بالأرض، يعني كل المشايخ يعني نفس المسلمين اللي يتكلمون عليهم، الشيخ فلان يقول لك كذاب، وفلان فلان وفلان، هم اللي يوعظون بالدين، هم اللي يعلمون المسلمين للدين يعني. طيب إذا كان ما يقدمون لك لا دليل ولا حجة ولا فكرة، على أي أساس أنت تضيع حياتك؟ حياة الإنسان مهمة. قال السيد المسيح ماذا ينتفع الإنسان إذا ربح العالم كله؟ المسلمين لم يربحوا العالم ولا شيء، ولكن افتراض، وإن أن ربح العالم كله وخسر نفسه. اليوم للأسف الشباب دي خسر كم واحد داعش خسروا نفسهم، 12,000 مقاتل فجروا نفسهم فقط، وغيره وغيره وغيره، والدول الإسلامية وما زال يعني المسير يعني طولاني بعد يطول أكثر كبير، لأن الإسلام هي يعني مش تنتهي داعش تأتي ثاني وتنتهي الثانية وتأتي ثالثة. داعش مش جديدة علينا، من خلاف العباسية والعثمانية من بعد وفاة محمد مباشرة، وعلى رأسهم هو محمد الأساس يعني، هو الأول ومن بعده اجت امتدادا واحد من بعد واحد، فرغة 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 حد ما وصل اليوم داعش. داعش اليوم يعني انشهرت بالتكنولوجيا على الشاشات طلعات، والناس تشوفها بالموبايلات وبالتلفزيونات. في الخلافة العباسية لم يكن التلفزيون موجود، ولو كان قليلا، العثمانية لم يكن موجود تكنولوجيا وانترنت، هاي الأمور لم تكن موجود. ماذا عملوا نغرة تايف؟ ماذا عملوا؟ كما عمل محمد، أكل البشر، قطع الرؤوس، المرتد ليس فقط يقتلونه، يأخذون زوجته أساسا يعني شوف التهديد، إذا ترتد نأخذ زوجتك ونأخذ أولادك، وزوجتك تكون حلال في نفس اليوم ترتد به، حلال للمجاهدين، حلال للمسلمين. طيب هذا حتى ما ليس عنده فرصة للفكر، يقول لك أوكي أنا أريد أتبع للشيطان، أنا آمنت بالشيء، طيب هاي زوجتي شنو ذنبها؟ طيب أولادي شنو ذنبهم؟ هذا لازم يأمن حياته بالكامل لكي يهرب من هذا المكان علشان يرتد. ولكن إذا اليوم الدول الإسلامية أو يعني رؤساء الدول الإسلامية ولا واحد منهم يطلع اليوم على أي منصة يقول كل شخص يختار ما يشاء، لا يوجد عقوبة، راح ترى العجب، راح ترى فقط المشايخ بالمساجد لا يبغى أحد منهم، وهو حد اليوم على فكرة فقط المشايخ يعظم نفسهم، يعني شباب المسلم لا يروح للمسجد لأن ماذا يسمع؟ قاتلوه ومقصر، ماذا يسمع يعني؟ لا يوجد كلام جيد لكي يسمع، لا يوجد شيء لكي يبني حياته، ما يوجد هذا الشيء. هو إذا سألت عن شيء الله أعلم. طيب أنت ماذا شغلك؟ إنه والله يعلم، ما نعرف الله يعلم، أنا متأكد إن الله يعلم، بس أنت أعطيني إجابة على ماكو إجابة. ما هو الدليل إن محمد نبي؟ هو قال عن نفسه بس، زوجتي تقول لأني أرى ربك يسارع في هواك، تدعي إنك رسول الله، طيب هاي من زوجتك. طيب أخ كريم، ما فكر ولا عقل للأسف الشديد. طيب أنا راح أطرح عليك سؤال تاني قبل ما نروح القس جهاد. طبعا في الدول العربية حاليا على سبيل المثال مصر لديها صحف كثيرة، صحف حكومية وصحف أهلية، لديهم مجلات تصدر أسبوعيا، لديهم قنوات تلفزيونية، كل هذه حريات. كيف يعني تتعارض الصحافة والتلفزيون وهذه الأشياء مع ما نقول اليوم حرية الفكر والعقيدة؟ هل هناك فعلا حرية العقيدة؟ لأن الدستور المصري بيعطي أي شيء في بدايته أن الإنسان حر يعتنق أي دين. كيف نقارن هذا بما نقوله اليوم؟ قبل القليل الفيديو اللي شفناه هو المستشار أحمد ماهر عبده، هو مفكر مصري، وأنا أيضا استضفته على قناة الآرامية في برنامج ما بين الشريعة والنعمة بحضور قس جهاد في يوم من الأيام. هذا الشخص اليوم إذا توجد حرية راح يقول أنا غير مسلم، بس هو لحد الآن يقول أنا مسلم والحمد لله، هو ينتقد الإسلام بكل أشكاله، ولكن حينما يريدون يقتلونه يقول أنا مسلم، متمسك بنص لا يجوز قتل المسلم، هو بهذا النص ماسك. ولكن هو يعني اليوم إذا توجد حرية في مصر يقول أنا ليس مسلم. هاجموه شيوخ المسلمين وعملوا عليه آلاف وملايين الحلقات، برامج كاملة مخصصة على حياته، يطلعوا ينشهرون بأولاده، ابنه فلان وزوجته مش عارف مين وبنته فلان، حتى على عائلته يتكلمون، يعني تكلموا بكل طريقة التي على هذا الشخص، لأنه ينتقد الكتب الأخرى ولا ينتقد القرآن، يعني هو ينتقد السنة، ينتقد الأحاديث،
ينتقد امور اخرى يقول هاي يعني ما تطابق العقل، هذا كيف تطابق العقل يعني غير ممكن، هو يطرح بس اسئله. فالمسلمين هاجموا من كل مكان، انا صفحه تخصص لحلقات على اليوتيوب وما كثر حلقات شهيرة احمد ماهر وزوجة احمد ماهر واخته مش عارف وهكذا يعني، وتعرض للضرب والقتل مرارا وتكرارا، تعرضوا. اسلام البحيري ماذا قال؟ اسلام البحيري لم يتعرض للقران ولا مره، هو تكلم على حديث راح سنه. نفس الدوله المصريه تقول حريه حبسوا سنه. خالد منتصر، دكتور خالد منتصر ايضا يعني مطارد من كل الجهات وعلي دعوات قضائيه. السيد الغمني ايضا علي دعوات قضائيه كثيره جدا. الشيخ مصطفى راشد هارب في استراليا. الشيخ محمد عبد الله نصر اللي يسمونه الشيخ ميزو ايضا مطارد في مصر وخذوا العمامه منه. الازهر اخذ عمامته سلبها الان بدون عمامه. فاين الفكر يعني؟ اذا كان الشيخ هم هكذا يقولون كل الدول هكذا تقول. السعوديه الان هكذا تقدم. نحترم الفكر والعقل ما بعرف ايش ونحترم الاديان. في وزير الخارجيه الايراني قبل كم شهر عنده كان خطاب في امريكا قال لا يوجد عندنا سجين بسبب الدين بايران. واو لا يوجد ولا يوجد عندنا سجين بسبب الدين، ايران يعطي الحريه لجميع الديانات. والناس تسجل وخلاص وانا لا اعرفهم يعني بالالاف. لا يوجد لانه اعدموهم. لا اعدموهم لا الموجودين الاحياء بالالاف يعني. طيب هكذا يقدمون يعني للاسف. يعني اللي بيتهيألي ان في حريه للصحافه، في حريه للتلفزيون للاعلام الى في خط احمر يعني للصحافه وللتلفزيون وللاراء وللفكر، اذا تتعدى الخط الاحمر يبقى زي ما انت ذكرت تنفى وتعزل وتهاجم وتقتل. يعني قس جهاد، لما انا في عيلتي مثلا اشوف واحد ما بيصلي مش راح اطبخ راسه، راح انصحه قل له يا حبيبي الرب بيحبك والرب لمصلحتك وانت في حياتك تحتاج ان حدا يقودك ويرشدك كل يوم. انا بيك وامك مش راح يكونوا طول الحياة معك، راح يجيهم يوم ويفارقوا الحياة، انت راح تواجه الحياة لحالك. ففي الصلاة شيء مهم انك تتصل بخالقك يعطي لك الرشد النصح النمو اشياء كثير في الحياة، الشفاء علاقتك. ما الصلاة ما هي كلمة صلاة يعني اتصل بالخالق اتصل مع الله. يعني شيء غريب اني اذا مش راح تصلي راح اطبخ راسك. ينبغي ان يصلى كل حين ولا يمل، ولتكن حياتي حياة صلاة. يعني الشيء السري اللي بيني وبين الله اخذوه علنا وصار له حد السيف يعني. الحقيقة أنه في كلمة حلوة كتير الرب يتكلم عنها بالعهد القديم، بيقول الغبي يصدق كل كلمة. أيوة. وأما الحكيم فيتنبه لخطواته. الحقيقة نبع الفكر ينبع على أساس العقيدة. الإنسان يفكر فيما هو مؤسس اعتقاده عليه، والاعتقاد يبنى على ما يسمع وما يصدق ما يسمع. يعني طفل يولد بعائلة مسلمة ويسمع الكلام من القرآن ومن الأحاديث أنه في 72 حورية وفي عندك ولدين مخلدون وفي عندك ثعبان أقرع وفي عندك كلام من هالنوع. فلما هيدا الإنسان يصدق هيدا الكلام بيصير عنده معتقد يبني عليه فكره، ولما يصير يفكر بهيك أمور بيصير يتكلم ويتصرف بناء على الاعتقاد. فإذا الإنسان الداعشي الإرهابي اللي بيقتل بالناس لأنه بده حور العين وبده يرضي إله الإسلام وبده الولدان مخلدون، هيدا الإنسان مستحيل يغير فكره إلا إذا كان معتقده اتغير. الاعتقاد اللي هو مصدقه لما هيدا الاعتقاد يتغير فكره بيتغير، تصرفاته بتتغير، ما بيقعد يفكر بقتل الناس. ليش؟ لأنه بيصدق أنه ما في حور عين، ما في ولدان مخلدون. بس طالما الإنسان المسلم بيصدق أنه في حور عين ولازم يفجر حاله ضد المشركين والكفر لحتى يروح عند حور العين، بده يضل في إرهابيين بهالمنطلق هذا. المشكلة أنه عند الإنسان أصبح في دوامة، والدوامة هي الفكرية. يعني لاحظ بالعهد القديم الرب تكلم مع شعب إسرائيل قال لا تزني والزاني والزانية يرجمان. هيدا مش فكرة،
هيدا مش عقيدة، هيدا حق. وبالتالي شعب إسرائيل شو كانوا يعملوا؟ كانوا يرجموا الزاني والزاني. ليش؟ لأنه كانوا يحكموا على الفعل الظاهري إن فلان اقترف الزنا فإذا هو زاني، فإذا حكم الرجم يتم عليه. جاء المسيح بعد كذا سنة، شو قال لشعب إسرائيل؟ قال قيل لكم، وهذا حق، الزاني يرجم والزاني يرجم، أما أنا فأقول لكم الذي يشتهي امرأة في فكره فقد زنى بها في قلبه already. فإذا هون المسيح مش عم بيقلنا إنه الإنسان بيصير زاني لما يقترف الزنا، لا، الرب عم بيقلنا إنه لأنه زاني فكر بالزنا، لأنه إنسان كذاب كذب، لأنه إنسان قاتل قتل. فإذا هون الفكر ما جعل الإنسان ما هو، وإنما ما هو الإنسان يفكر بما هو. ولذلك أحبائي اليوم المنطق البشري والكيان كله بالشرق الأوسط خصوصا بيحكم عليك من خلال شو؟ من خلال كلامك ومن خلال أعمالك، ما بيشوفوا قلبك. فلذلك المسلم اليوم بالشرق الأوسط إذا هو بيكره القتل والزنا والأمور هذه كلها اللي هو شخصيا ما بده يعملها، إذا كان بده يعيش بمجتمع إسلامي بده يوافق على داعش. واليوم الأخ كريم بيقول لك وسمعنا الأزهر مستحيل يتكفر دواعش، بيقول لك هذول مسلمين ما فينا نكفرهم لأنه عم بيشهدوا شهادة الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلذلك هون لما الإنسان يتقبل الفكر الشرير المؤسس على عقيدة فاسدة فإذا بيصير شريك مع الذين يفعلون هذه الأفعال. وهيدي المشكلة اليوم بتعارض العقائد بين البشر، هيدا مسيحي هيدا مسلم هيدا يهودي هيدا بوذي هيدا هندوسي، كلهم عم بيتعارضوا مع بعضهم البعض. ليش؟ لأنه في فكرة باطلة بالإنسان. شو هي الفكرة الباطلة بالإنسان؟ إنه الإنسان بيقدر يفكر بالله، وهذا مستحيل لأنه الله مش فكرة. وهيدي المشكلة مع الإنسان، إنه الإنسان بيعتقد إنه إذا في فكر بالله، ما حدا في فكر بالله، لأنه الله مستحيل الإنسان يدركه بعقله، عقل الإنسان يستحيل أن يدرك الخالق. فلذلك المسلم بيقول لك أنا أعرف الله، اليهودي بيقول لك نفس الشيء، المسيحي بيقول لك نفس الشيء، والبوذي بيقول لك نفس الشيء. ليش؟ لأنه باعتقادهم أنه الله مجرد فكرة، ولما يكون الله فكرة كل واحد عنده أفكاره الخاصة بإله خاص. لكن المشكلة اليوم اللي العالم عم بيرفضها أنه الله ليس فكرة، الله كائن أزلي أبدي، والله تجلى في شخص المسيح الذي هو الحي إلى أبد الآبدين. لذلك إذا أنت بدك تفكر بالله بده يكون عندك شيء تقدر تتواصل مع الله فيه، فما في شيء بالخليقة تقدر تتواصل مع الله إلا من خلال شخص واحد هو المسيح. عشان هيك بالعهد القديم لما موسى تواصل مع الله كان في شيء فيزيائي، الشجرة. لما الله تواصل مع إبراهيم كان في الأشخاص الثلاثة اللي ظهروا. لما الله تواصل مع يعقوب كان في شيء اللي ظهر الله ظهر الله ظهر الله في العهد القديم. لكن لما المسيح جاء إلى أرضنا تأنس وأخذ شكل إنسان صار المسيح شو قالنا؟ قالنا من رآني فقد رأى الآب، لما تكلم عن فيليبوس. فهون ما عاد الله فكرة. فإذا المسيحية منا فكرة، المسيحية هي إعلان قبول وخضوعنا للمسيح. فلذلك في كثير مسلمين بيدركوا الإسلام بيقولوا أنا اعتنقت المسيحية. لا لا لا، إحنا ما بدنا إياك تعتنق المسيحية، بدنا إياك تخضع لشخص المسيح الحي. في فرق كبير. فالمسيحية منا فكرة، المسيحية هي شخص، هو شخص المسيح. وهيدا اللي بيميز المسيحية عن باقي أديان العالم، إن المسيحية ليست دين، ليست فكرة وليست عقيدة، المسيحية هي شخص المسيح. ولذلك بيقول لك المقدس وتعرفون الحق، من هو الحق؟ المسيح. والحق يحرركم، من يحررنا؟ المسيح. فلذلك أنا ما بقول في عندي خوف من مسلم أو بوذي أو أي إنسان يفرض علي عقيدته أو رأيه. ليش؟ لأنه أنا محرر من الفكر، أنا أصبحت إنسان كامل بالمسيح. وهيدا الشيء اللي بيميز المسيح عن باقي ديانات العالم. مؤسسين كل الديانات ماتوا، محمد بالقبر، موسى مش موجود، بوذا مش موجود، لكن الشخص الوحيد اللي بتشهد له الكتب والأنبياء قاطبة أنك إن آمنت باسمه الحي تجد الحياة الأبدية. اليهودية بتآمن بالمسيح،
الإسلام بيؤمنوا بالمسيح والمسيحية عندهم المسيح. لك الخيار أخي المشاهد، بدك يكون عندك فكر ومعتقد إسلامي، حور العين والدين مخلدون وما بعرف شو، خليك بعقيدتك، بالنهاية بدك تقابل المسيح اللي إسلامك بيشهد عنه أنه جاء لكي شو يدين الأحياء والأموات وجيا في الدنيا والآخرة. بس إذا كان بتقبل المسيح مش مخلوق من تراب كآدم، لا لا لا، المسيح الذي صلب ودفن وقام اليوم الثالث، الذي وعد سيأتي إلى جبل الزيتون مثل ما صعد، هيدا اللي بيحرر الإنسان من الفكر المظلم من العقيد الفاسد، يصير في عندك حياة أبدية. أمين. شكرا. قبل ما أروح على الفيديو الثاني، أخ حسين، الأخ كريم ذكر شيء لفت انتباهي، الانتماء والإيمان، يعني الإسلام هو انتماء مش إيمان، فممكن توضح على ما قاله الأخ كريم؟ يعني إذا انتميت للإسلام بعدين يمكن تؤمن أو لا تؤمن، بس لازم تنتمي لشيء، لعقيدة معينة. فعلا قس جوزيف، لا هو الأخ كريم أنا ذكرتها في مداخلتي الأولى، ولكن الأخ كريم وضحها أكثر، وضحها أكثر، أن الإسلام انتماء. يعني ماذا؟ أنه دولة وحكم، لاحظ كيف؟ دولة ونظام سياسي أنت تنتمي إليه، ولكن إذا أنت مثلا وقعت في بلاد كافرة أو شيء، سألوك هل أنت يعني إذا كان في على حياتك خطر انكر، قل أنا لست مسلم، وأكفر وأسوي سب محمد شيء، ولكن ماذا؟ عندما أنت بحقيقتك أنت منتمي إلى الإسلام وخاضع للإسلام تدريجي، يعني خاضع ومؤمن به. يعني على سبيل المثال، الملكة اللي على ما أتذكرها، الملكة ديهية في القرن الأول الهجري، عندما ملكة البربر اللي يسموهم الأمازيغ، لما كانت تحكم يعني امرأة كبيرة بالسن، لما كانت تحكم تلك البلاد، فقام المسلمون بعمل عليها غزوات، هي أسرت أحد هؤلاء القادة المسلمين، فعندما أسرته ماذا فعل؟ انهال بالسب والشتم على محمد، وأنه هذا الدين جابانا نحارب بالقوة، وجابونا نقاتلكم بالقوة، ونحن نحب كل البشر، ولكن الإسلام يجبرنا. فأظهر الكلام الحقيقي الذي هو لسان حال العرب في ذاك الوقت، فعلا هذه الحقيقة. ولكن ماذا فعلت هذه؟ عطفت به ولطفت به وتبنته وجعلته واحد من أبنائها، ولكن بعد 5 سنين غدر بها وقتلها وخذوا بلاده. لماذا؟ لأن محمد علمهم الغدر، وعلمهم إذا واحد سوالك جميل وإن كان كافرا هذا لا تحسب عليه، هذا كافر قتله واغدر به، والحرب خدعة. فعلموهم أنه التقية سوي براحتك، لكن أهم شيء لنصرة الإسلام. الإسلام انتماء، ليس إيمان بالله، لا، إنما حركة أرضية سياسية أنت مؤيد لها، إن لم تكن مؤيد فلا تكن معارض، وإن كنت معارض يقطع رأسك. هذه هي الفكرة في الإسلام. شكرا أخي حسين. بدي اياك تفكر في نفس الشيء، السؤال قس جهاد لما نرجع عليك، الفكر الانتماء او الايمان بالمسيحيه، يعني شيء يعني موضوع لفت انتباهي من الاخ كريم. اخ كريم تفضل، قدم لنا الفيديو الثاني وبعدين نعلق عليه. قس جهاد، عمال نحكي في الطبخ اليوم، يعني شيء غريب جدا يتخيله العقل البشري. وبعدين السؤال اللي انا اساله كمان لك، كيف الحكام اللي جالسين على كراسي الحكم يسمعوا هذه الأشياء يقولوا خلينا نعيد النظر في اللي بتقولوه، يعني غيروا الاسطوانة شوي، احكوا يعني قدموا الإسلام بصورة أحسن شوي، إنما طبخ وقطع رؤوس ومش عارف إيه. وبعدين راح أروح للسؤال اللي قد الفكر الانتماء والإيمان في المسيحية كمان. نعم، في نقطتين، ليش الحكام ما بيعالجوا هذه الأشياء؟ نعم، يعني قاعدين على كرسيهم ويقولوا احنا متحضرين حاليا ومنفتحين وعندنا دساتير وعندنا حرية صحافة وعندنا أشياء كتير، لكن نفس الحكي نفس الخطاب موجود ليل نهار 24 ساعة عمالين اقتل اقتل اذبح اذبح اقتل، ما في تغيير. يعني تفضل. قبل ما علق على سؤالك، بحب اسمع الأخ كريم تعليقه على الفيديو هيدا. طيب،
تفضل أخ كريم. لأنه الأخ كريم يعني عنده أنا بحب اسمع الأخ كريم لما بيعلق من مفهوم أبعاد إسلامية. رح علق بعد ما الأخ كريم جاء تفضل أخ كريم. شكرا غز يوسف، شكرا غز جهاد، ربي يبارك حياتكم. احنا بالحقيقه لم نشوف محمد بالعين، ولم يجلس معنا، ولم يتكلم معنا، ليس انا وحدي، كل المسلمين. يعني اللي وصلنا عن محمد هي كتب، هذا الشخص كان النبي وكان فلان. اجرب اشخاص لهم الصحابه، يعني اللي عاشروه، اللي اكلوا معه، اللي عاشوا معه. فعل الصحابه عندما توفى محمد ودفنوا، المفروض لو المعروف يطلعون يعلمون الدين الصحيح اللي كان يعيشه محمد، صح ام غلط؟ هذا صح، هذا معروف، يعني هم يطلعون يعلمون. واحد منهم اسمه خالد بن الوليد اللي يتكلم عنه الفيديو الان، قتل 70,000 هو والجيش، وطبعا مش وحده، وعنده جيش سوريا، قتل 70,000. وصل الى مالك بن نويرة اللي هو قريبه من الاقرباء، وكان مسلما وارتدى عن الاسلام، قال اقطعوا راسه، واكل راسه، طبخ اكل راسه، واخذ زوجته ايضا، أخذ زوجته. هذا اليوم يعني يدرس في الكتب الإسلامية. ما عندك أبو بكر عمل نفس الشيء، عندك علي بن أبي طالب عمل نفس الشيء، عندك عمر بن الخطاب عمل نفس، يعني دول الأربعة المغربين من محمد، لما مات محمد يا أيها الناس اهدوا ورسول مات وعلمنا هكذا، لا هم جوا بالقتل، يعني اقتل اقتل. نفس محمد ونفسه، لا إن احنا نتكلم على شخص اللي ترك الصلاة يقتل قبل غريب، لا محمد اللي صلى قتله. في مسجد ثاني اسمه مسجد ضرار، موجود بالقرآن مش بالأحاديث، يعني آية قرآنية تتكلم عن ذلك. في مسجد ثاني محمد أعطاهم الإذن، قالوا لي يا رسول الله احنا بعيدين عن مسجدك وراحي راجعين، فبنينا مسجدين، قالوا حاضر اكتبوا في المسجد، بنوا المسجد وراح افتتح المسجد لهم، وقاموا يصلوا المسلمين. ثاني يوم شاف العدد غلي اللي عنده، أين الجماعة؟ ما أجوا للصلاة، قالوا لي صلوا في مسجدهم. قال هممت عليهم أن أحرق المسجد بالقرآن، آية قرآنية، حرق المسجد بما فيه، ماتوا الناس يصلون. ليه؟ قال لا، لازم ينتمون انتماء، يروحون، ما اعرف افكارهم، انا بدي اشوفهم بعيني، يمي يصلون واشوفهم، ممكن يقولون كلمات مش موجوده بالاسلام. فهذا الدين هو هكذا، يعني كل مشروع الدين هكذا. الشيخ الان يتكلم اللي هو محمد عبد الله نصر، اللي الشيخ اخذه عمامته بالاول، هذا كان يعني كلامه انتقادية، يعني مع المذيع يقول هنتكلم عن ماذا؟ عن الارهاب، عن داعش، احنا مستغربين بداعش، ما في كتبنا الاسلاميه ندرسها. خالد بن الوليد قتل 70,000، وفلان قتل 60,000، لسبب انهم ليس مسلمين، لسبب انهم لا يصلون، لسبب واحد انهم ارتدوا عن الاسلام، لم يقاتل، لم يكن عندهم سيوف. فعلينا نستغربين من داعش، داعش موجوده في كتبنا، وهذا بالحقيقه يعني. فالمسلم اليوم عندما يتكلم، يتكلم اليوم العقل والمنطق والفكر، واي من اي مكان. يعني هل المسلم عاشر محمد وجلس معه؟ لا، المسلم كل اللي وصله بالكتب، قال فلان عن فلان عن فلان عن الصحابه وعن عائشه زوجة محمد ومحمد أساسا. هاي الأمور كلها يعني هناك كانت حمامات دم، كانت يعني قتل وقتال على أتفه الأمور. علي وعائشة تحاربوا، زوجة الرسول وابن عم الرسول بعد وفاة محمد مباشرة، يعني ما صار عشرة أيام من الميت، يعني لازم يكونوا حزينين علي. تقاتلوا على الخلافة، يا يصير خليفة من بعد الرسول، 300 مسلم قتلوا في ذلك الوقت على أي كلمات، يعني أنا خليفة وأنت غلّل، أنا كل واحد أخذ سيفة وصارت غسل. وزوجة الرسول لسه زوجك ميت، يعني المفروض تعدين بيتك، ركبت على جمل، اسم الحرب حرب الجمل، ركبت على جمل وأخذت الغوم، وعلي أيضا جاب الغوم وبدأت الحروب من أول. على ماذا تحاربون؟ يعني فتحت لكم شيء جديد، ناس دخلوا الإسلام هديتهم؟ لا، مسلم يقتل مسلم، وبدأ التاريخ من ذلك الوقت لليوم، مسلم يقتل مسلم. يعني ناهيك عن الكفار اللي يتكلم عنهم الإسلام بطريقة يعني مباشرة، ولكن مسلم يقتل مسلم من 1400 سنة. ما هو اللي قدمه؟ يعني من حضارة، من علم، من تفكير؟ ماكو، لا يوجد تفكير. حتى نفس القرآن تسأل يقول لك لا تسأل. طيب السؤال هو مبدأ المعرفة، إذا أريد أعرف شيء لازم أسأل عليه منطقيا، وما هكذا يعني العقل هكذا يقول. ما هذا الشيء؟ اسمه فلان علشان أحفظ اسمه. أو لا تسألوا عن أشياء تبدو لكم تسوقكم. طيب ماذا أعمل؟ أخذ اللي أقول لك إياه هو الصح، سلم بي وخلاص. مين اللي قال؟ خالد بن الوليد اللي قتل 70,000 وقتل فلان وخذ زوجته. مين اللي قال؟ عمر قال اللي قتل المرتدين. مين اللي قال؟ محمد قال اللي حرق الناس. انا كيف اخذ كلام من ناس مجرمين؟ اليوم العلم والعقل والمنطق والعلم هذول مجرمين قتل، كيف اخذ العلم منهم؟ يعني كيف يوصلوني الى الله؟ اذا كانوا يوصلوني الى الله يعطوني دليل، يعني محمد هو يعرف الله، لماذا محمد مات؟
ما هو الدليل أن هناك قيامة بعد الموت؟ طول أعطوني دليل. سؤال للأحباء المسلمين، دليل واحد، هل توجد قيامة بالإسلام بعد الموت؟ لا يوجد، ما عندنا حد ما ترجع بالإسلام ولا واحد. طيب فين عرفت الطب؟ مكتوب بس مش أكثر يعني. ربي يبارك فيك. طيب أخ كريم، قبل ما أروح على القس جهاد، أنت ترعرعت ونميت في عائلة إسلامية، هل هذه الأمور كانت تناقش ولا هذه كلها كانت مخفية عن عقول الناس وعن أفكارهم أن لا يبحثوا في شؤون الدين؟ يعني اللي بنحكي عليه اليوم الفكر والعقيدة، وبعدين اللي يقوله المشايخ على التلفزيونات وعلى اليوتيوب، يعني منتشر في أنحاء العالم كله، الناس بتسمع هذه الأشياء. هل في العائلة اللي ترعرعت فيها ما كانوا يناقشوا هذه الأمور؟ ما كانوا يعلموا الأطفال أو الأخوات والإخوة أن الحياة إلها قيم أخرى غير الطبخ والأكل والقتل؟ يعني في قيم إنسانية موجودة، هل ترعرعت في هذه الأشياء أم كانت لا تخفى عنك يعني؟ أخ كريم. طيب قز جوزيف تسمعني؟ أيوة سامعك. شكرا على سؤالك، انا فهمت سؤالك ولكن يعني انقطع الصوت بالاخير. بالحقيقه اللي يبحث عن هذه الامور يجدها، هي موجوده بالكتب، نعم بعض المشايخ يتكلمون بها، نعم موجوده، اللي يبحث عنها اللي يريد المعرفه يجدها. الجيل الجديد اليوم لا يعرفها بطبيعه الحال، مشايخ اليوم الجدد من 2015 و16 و17 يعني هذا الجيل الجديد الان، الخطابات تغيرت، كل الامور تغيرت، يعني يتكلمون بالأخلاق مثل الشيخ عدنان إبراهيم والشيخ خالد أو خالد عمرو خالد وهكذا، يعني يتكلمون يعني في محاسن الرسول، حلقة ساعتين يتكلم عن الرسول، كان يعمل فلان، كانت أصابعة تنزل مية، وكانوا الناس عطشانين طلع لهم مية من تحت الأرض، وكان ما يرد واحد، أي واحد يسأله يعطيه، فين موجود؟ ولا يوجد في كتاب، هكذا أفكار. طيب خلنا نقرأ، إحنا منين تقرأ أنت؟ هو أمامه ورقة يقرأ بيها مش كتاب، يعني هو كاتب أفكار على ورقة، هكذا يعلمون الجيل الجديد. يعني كان فلان وكانوا الصحابة بينهم كرماء، وواحد يحب الثاني بطريقة غير عادية، فهذه كانت اليوم يعني المسلمين يخشون يعني ويسمعون أولاد المسلمين هاي الأفكار الجديدة، ولكن اللي يبحث عن الحقيقة لا، مصادر الإسلام الأصلية تختلف. مصادر الإسلام الأصلية، زوجات الرسول يتعاركين بيناتهم، كلها تقول لنا محمد ينام وياي الليلة، الزوجات مكتوب بالكتب هكذا، الصحابة تقاتلوا بعضهم، واحد يكره الثاني، واحد كتب بالثاني شعر، زوجات الرسول كانت عندهم مشكلة مع محمد نفسه، عائشة مع محمد هي مشكلة كانت يعني، فالأمور كانت كلها مكتوبة، بس المشايخ الجدد اليوم يكونوا يجددون الخطاب الديني، خلي الكراهية على جنب، خلي الأمور على جنب، أعطونا أفكار جديدة. طيب هي الأفكار الجديدة مش موجودة بالكتب، ماذا نعمل؟ جابوا ناس متكلمين مثل عدنان إبراهيم وغيره، أبو خطبة الرنانة يعني بصوت عالي، يعطي محاسن للرسول لا حصر لها، غير موجودة في أي إنسان آخر، منين جبتها؟ مش موجودة بالكتب، كان فلان وكان الوجه يشع نور. طيب الكتب الإسلامية تقول عنه أسمر، ما كان وجهه يشع نور، شخص أسمر كان يشع نور وجهه، وكانت أصابعة تنزل مية، العطشان يمر ويشرب، ومعجزات لا حصر لها، يجيب المعجزات لا قرآن يذكرها ولا حديث يذكرها، وتناقض القرآن، القرآن آتوا الناس بآيات قرآنية، قالوا لهم معجزة أعطينا، قال لهم ما أنا لا بشر رسول ولا عندي أي معجزة، تؤمنون وما تؤمنون هذا شأنكم، أنا عندي بس كلام، ما عندي أي شيء أعمل لكم. ولكن اللي يجد يعني إجابة على سؤاله، اللي يريد يجد على حديث عن هاي الأمور، هي موجودة في الكتب، واليوم الإنترنت موجود، وهذه الحقائق يعني تظهر على قناة الآرامية بكل شجاعة وبكل قوة، وكثير من الأحباء المسلمين فهموا وسمعوا. ونتمنى ايضا اكثر من احباء المسلمين يسمعون ويتصلون ويسالون في هذه الامور. لكن هذه الامور لا تناقشها العائله، يعني الاولاد والاباء والامهات وما في البيت ما بيناقشوا هذه الامور؟ اخ كريم. نعم الان اسمع غز يوسف. سمعت سؤالي؟ هل العائله لا تناقش هذه الامور بين ابنائها؟ يعني مش سامع الأخ كريم، تسمع أخ كريم؟ أورايت، خلينا نأخذ وقفة قصيرة وبعدها نرجع إليكم أعزائي المشاهدين، ابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين مرة أخرى، إحنا لازلنا في برنامج ما بين الشريعة والنعمة، وعنوان هذه الحلقة سلب حرية الفكر والعقيدة في الشرق الأوسط. رح أرجع للأخ كريم إذا كان معي، الصوت تصلح شوي. أخ كريم، ذكرت السؤال أني في العائلة الإسلامية
الأولاد الصغار البنات والآب والأم. أنا أعرف أني الآب والأم دائما قلوبهم على أولادهم ويحبوا يعلموهم وينصحوهم. لم تناقش هذه الأمور في العائلة بينما كنت تنمو كشاب؟ بالحقيقة هذا السؤال يعني رائع جدا، وهذا السؤال خطير أيضا للأحباء المسلمين، ولا يستطيع أيضا يعني مسلم ينكر ما أقوله، لأن أنا كنت عايش هاي الأمور. أيوه. بعض العوائل لا تريد أولادها يتعمقون بالدين. واو. لا يريدهم يتعمقون. نعم يسلم داعشي. ما لا يريدهم يتعمقون. تصلي الصوم بعد لا تروح للجامع كثير، لا تروح للحسينية كثير. لماذا أنت مع المشايخ كثير كثير يعني؟ لماذا تجيب كتب أخرى؟ أنت تصلي تصوم خلاص، روح على العمل فلان، لا تتعلم أكثر من ذلك. طيب أنا بسأل يعني هو تعليم الدين مو حلو؟ قال لا، ما هو يروح يفجر نفسه. لا تعلم أكثرها في العوائل هكذا. هاي نفس العائلة، كلية العائلة هي غير مقبولة عندها فكرة الإسلام أساسا، ولكن الدولة الإسلامية وتحكمهم وغتل المرتد هناك ومن بدل الدين فاقتلوه. فالعائلة ماذا تعمل؟ تحافظ على أولادها بهذه الطريقة. يعني تعلم الخفيف، الخفيف اللي هو صلاة وصوم، وإذا ما يجي صوم ما يعاقبون عائل، وإذا ما صلى ما يعاقبون، يعني ما يشددون عليه على الدين. إذا شددوا عليه يعرفون ابن فلان راح، ابن فلان راح، ابن فلان فجر نفسه، جيرانهم وأخواتهم. أنا أتكلم عن 12,000 ماتوا في داعش، 12,000 مسلمين فجروا أنفسهم. مين هم دولي؟ ما هم أهلهم وجيرانهم جنب بعض، يعني واحد يعرف الثاني. شكرا. خلينا نشوف الفيديو الثاني وبعدين نرجع للقس جهاد. شوف الفيديو عشان الوقت تبعنا، خلينا نشوف الفيديو الثالث. أخرجوا له النساء والصبيان والأطفال يبكون، وأظهروا له الخوف والحزن. تخيلوا كيف يأتي رجل فيرى أطفالا ونساء وصبيانا يتضاغون وهو يعلم حكم الله ورسوله فيهم. فلما وصل إليهم قالوا ما رأيك يا أبا لبابة؟ قال أرى أن تنزلوا على حكم رسول الله. قال وما حكم رسول الله؟ يسألون أبا لبابة. لم يجبهم ولكنه أشار إليهم هكذا، أي الذبح. 15 يوما ضرب عليهم الحصار حتى خرجوا مستسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يأبى إلا أن تقتل كل رجالهم. قس جهاد، إحنا نعرف وإحنا في البيت المسيحي أن من رب الأولاد على قيم روحية. نعم. قيم كتير اللي حصل لها، المحبة، الإخاء، الشفقة، الإحسان، الصلاة، الصوم، القداسة، وكتير يعني. ولما تحكي عن الإيمان إحنا نعبي مجلدات عن الإيمان المسيحي. فطبعا العائلة المسيحية بتهتم بأولادها، بيورجوهم حياة المسيح، كيف عاش المسيح، كيف يتعلموا من الكتاب المقدس، كيف يروحوا للساندي سكول ليتعلموا، كيف يسمعوا الإرشادات الدينية. لكن ما كلها هذه الأشياء كانت لا دخل لها بأي نوع من القتل. نعم. لأن الوصية تقول لا تقتل. نعم. لا تقتل. نعم. يعني محسوم الأمر. تفضل. بتعرف أسيس جوزيف أهمية العنوان الحلقة اليوم، بيأسس العلاقات وبيأسس الأعمال والكلام والأفعال لكل إنسان. يعني مثل ما قلت أنا، العقيدة هي التي تبني الفكر. يعني في طبيب راح درس الطب، فكره صار فكر طبيب. لما الطبيب ينظر للمريض فكره بتحول لشو؟ للشفاء. أيوة. بده يشوف شفاء للمريض. طبعا. فالمريض بيروح لعند الطبيب لحتى يلاقي علاج. طبعا. للمرض. المهندس بيدرس عقيدة الهندسي، فكره بيصير مؤسس على إيجاد حلول للهندسي. إذا عندك أنت مهندس كمبيوتر، فكر المهندس الكمبيوتر بيصير لحتى يعطي علاج للكمبيوتر، لحتى يأسس شيء منيح، برنامج معين. صح. فلذلك المسيحي، المسيحي اللي مؤسس عقيدته على شخص المسيح، فكره بيروح لإعطاء الإنسان المسيح. يعني أنا كمسيحي لما بشوف واحد غير مسيحي، فكري بيروح تجاه محبته. أيه. بطعم العدو، بسق العدو، بحب العدو. ليش؟ لأنه هيدي العقيدة اللي المسيح علمني إياها. السؤال الآن، شو نظرة الإسلام للعالم، للإنسان؟ هل الإسلام بيقدم شيء منيح للمجتمع؟ يعني خدها من المسلمين. يعني أي. المسلم لما يتطلع على واحد غير مسلم شو بيدخل براسه؟ لقد جئتكم بالذبح.
أيوه. الإسلام بيقول لك هيدا عدوك اقتله، هيدا عدوك اصبيره نسائه، هيدا عدوك دفع الجزية وهو صاغر. فهون صار في كبرياء ذاتي بالمسلم انه انا احسن من كل الناس، وانه الدين الاسلام هو دين الله، ومن ابتغى انسان دين اخر لا يقبل منه. فاذا هون العقيدة سببت موت وهلاك لكل انسان غير مسلم، وهيدا مش الله. يعني تأمل معي اخي المشاهد، انه في واحد مسلم فجر حاله وقتل 500 شخص وطلع على جنة الإسلام وعم بيحكي مع إله الإسلام بيقول له يا رب أنا فجرت حالي قتلت 5000 مشرك، برافو. بيقول له إله الإسلام أنا رح بعطيك 72 حورية، ادخل ادخل على 2. واحد قال له لا لا يا رب أنا فجرت 20000 قتلت 20 مشرك، فأنت بيطلع لك 720 حورية لأنك أنت عملت عمل أعظم من هيداك. يعني الإجرام هون صار في له مكافأة عند إله الإسلام، مكافأة حسنة حسنة. فهيدا منطق الإنسان البشري، حتى المسلم ما بيقبله. يعني أنت كمسلم حبيبي المشاهد، أنت كمسلم أنت بتقبل السني يفجر جامع الشيعي ويروح عند إله الإسلام يقول له أنا فجرت الكفرة الشيعية، والشيعي يقول يفجر إله الجامع السني ويطلع نفس إله الإسلام يقول له أنا قتلت السني، واثنيناتهم بدهم يكونوا بجنة الإسلام ينكحوا ما طاب لهم من حور العين؟ منطقيا ما بتركب. فإذا في شيء فساد بهيدي العقيدة الإسلامية اللي بتخلي الإنسان يقتل خيه الإنسان من أجل عقيدة فاسدة. وكم وكم من المسلمين ذبحوا على يد مسلمين، الخلفاء الراشدين قتلوا على يد مسلمين، وقال لك انا قتلته وانا بدي اطلع على عند حور العين عند اله الاسلام، بدهم يتلاقوا عند نفس الاله يعطوا حساب. فهيدا الكلام يعني حباي، هيدا الكلام ما بيقبله الانسان العاقل. كم بالحري الانسان اللي بيقول انا اعبد الله لاني انا بعبد الله كمسلم بدي اقتل كل واحد غير مسلم. خلي شيوخ الاسلام بالازهر بالسعوديه يعملوا هيدا الكلام اللي عم بيشجعوا شباب عم بيموتوا وهن صغار 20 سنة، شباب مثل القمر عم بيصدقوا الكذب والنفاق على فم شيوخ نفسهم ما بيعملوا العمل هيدا. فأنت إذا شيخ بالإسلام فجر حالك وخلنا نتخلص من التعليم الباطل هيدا، وخلي الشباب المسلم يعيش بحرية وبفكر عاقل. مش يعني تسمم هيدا الفكر هو صغير، بدك تقتل بدك تذبح بدك تقتل بدك تذبح، وبالآخر روح قول إن شاء الله ندخل عند حور العين. هيدا المنطق يا أحبة هو قمة في الفساد البشري. ولذلك لابد أن الإنسان يغير معتقده، يغير فكره، وبالتالي يغير حياته. بدل ما تنام آخر الليل تقول إن شاء الله، لا، بتنام بتقول أشكر الله على السلام على المحبة على النعمة اللي المسيح أعطانا إياها. أنت مش بحاجة تقتل الناس لترضي الله حبيبي، الله مش محتاجك تقتل الناس لترضيه. انت ارضي الله بمحبتك بعملك بكلامك بشهادتك، مش انك انت تفسد العالم كله بشهوات وقتل ونكاح وما بعرف شو. الكلام اللي قاله الاخ كريم يعني من صميم كتب الاسلامية، والشيوخ عم يتكلموا في صميم تعليم الاسلام. اذا انت شيخ حبيبي عم تسمع للحلقة، انت اسأل نفسك انت مستعد تموت حالك مشان تروح تحول العين شهيد؟ موت حالك هلا وما تسمم نفوس الالاف من الشباب اللي عم بيعيشوا تحت خوف انه اذا كان ما صلى بده يموت، بيروح بيصلي خوف، ما خوف من الناس بيروح على الجامع لانه اذا ما راح بيقتلوه. اذا انت بدك تعبد الله وبدك تلزم الناس كلها تعبد الاله اللي انت بتعبد مثل محمد، حرض المؤمنين على القتال يا رسول الله، لقد جئتكم بالذبح ان رزقي تحت ظل لمحي. شو التعليم هيدا اللي بتيجي من انسان بيدعي انه نبي من عند الله اللي اعطانا المسيح قبل منه ب 650 سنه ومات من اجل المسيح وقال اتيت ليكون لكم حياه ويكون لكم افضل، تيجي بترجع بتقلي انا جئتكم بالذبح وبدنا نصدقك؟ يعني انا الحقيقه بقولها بكل اسف وبكل يعني محبه للمسلمين، ان ضحايا الاسلام هن المسلمين يا احبه، ضحايا الدين الاسلامي هم المسلمين نفسهم، مخدوعين عميان مجرورين عميان عم بجرون للموت والهلاك. الشيخ المسلم بالازهر وبالسعوديه تعاليمه هو نفسه مش عايشه
فبده الناس كلها تطبع تعاليمه. وبالاخر بيقول لك شو بعد ما يفتي يوم الجمعه بعد ما يخلص كل اللعنات وكل المسبات وكل هذا على المضلين اليهود وعلى المسيحيين شو بيقول لك؟ والله اعلم. هيدي الكلمه الله اعلم مشهورين فيها المسلمين خصوصا الشيوخ، بيعطيك فتوى وبالاخر بيقول لك والله اعلم. تساله طب انت رح تروح على الجنه؟ بيقول لك الله اعلم. بيقول لك طب انت عندك تاكيد انك رح تعيش بالجنه؟ الله اعلم الله اعلم الله اعلم. حتى انه احد الخلفاء بعتقد عمر سالوه قال انا لا ما عندي ثقه بالله حتى لو كانت في اجري بالقبر واجري بالجنه. واو. بيقول لك انا ما عندي ثقه، ما عنده تاكيد. فاذا انت اله الاسلام ما اعطيك الثقه والمحبه والنور والنعمه، كيف بدك تصدقه؟ اذا كان اله الاسلام متقلب الاراء، ساعه بيقول لك انا اليوم بحبك بطلعك على الجنه، بكره يمكن انت تخطئ وانا زدتك على جهنم. يعني اله الاسلام متقلقل الاراء، ما عنده ثبات. اليوم بحبك بكره يمكن ينزلك على جهنم، يمكن يكرهك لانك انت زنيت مثلا او قتلت. فهي الكبائر هيدي اللي بيخترفها الانسان، هل الله الحقيقي ما بيعرفها؟ ما بيعرف الله حياتك من قبل ما تولد لبعد ما تموت؟ بده هو يزيل حسناتك وسيئاتك ليقرر اذا بدك تدخل على الجنه ولا على جهنم؟ شو التعليم الباطل بالاسلام؟ انا مش عارف. والمسلم بيعبد الله خوفا من النار ومحبة بنور العين بحور العين بالجنة، هيدي عبادة الإسلام. بيقول لك اعمل حسن لترضي الله لحتى يوديك على الجنة، اعمل شر الله بيزعل منك بوديك على جهنم. هيدا تفكير باطل يا أحبة. ليش؟ لأنه الله ما بيفكر بالشر. عم تسمعوني يا أحبة؟ الإله الحقيقي لا يفكر لنا بالشر، حتى للشيطان الله لا يفكر بالشر. هذا فكر الشر يأتي من الشيطان من الشرير. فإذا أنت عندك فكرة براسك أنه الله يمكن يفكر ينزلني على جهنم، أنت ما بتعرف الإله الحق. لأنه الله قالنا الذي يريد، اسمعني جيدا حبيبي، أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. إذا أنت بتعتقد أنه الله بده يوديك على جهنم، أنت ما بتعرف الإله الحق. هيدا مش الله اللي بده يجيك على جهنم، هيدا اللي بده يملأ جهنم من الإنس والجن، هيدا الشيطان نفسه. لأنه الله خلقك على صورته، أسمى صورة بالخليقة، والله بحب صورته، بس الشيطان بيكره صورة الله. عشان هيك الشيطان هو اللي بيكرهك حبيبي مش الله. عشان هيك المسيحي ما بيكره المسلم، بحبه حتى لو كان عدوه، بطعميه بيسقيه بيصلي من أجله. هيدا هو النابع العقيدي ونابع الإيمان ونابع الفكر. فإذا أنت مسلم وبدك تطبق الإسلام بدك تصير إرهابي مثل داعش، وإذا ما بتطبق الإسلام أنت مش مسلم. بتقول عن حالك مسلم بس ما منك مسلم. أمين. وأنا بشجعك حبيبي المشاهد اليوم هلأ تبني إيمانك على كلمة الله الحية الباقية إلى الأبد. وبقلنا برومي الإيمان يأتي بالخبر والخبر بكلمة الله، وكلمة الله في التوراة في الإنجيل في القرآن هو شخص، شخص المسيح الحي. بقول عنه القرآن إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وشو؟ وكلمته ألقاها إلى مريم. كلمته مش بكلمته، لا لا لا، كلمته يعني كلمة الله. وبالتالي القرآن شو بيقول المسيح؟ قول الحق، وقول الحق ينبع من الله نفسه، وقول الحق أزلي مش مخلوق. فلذلك أنا أحيي كل إنسان عاقل يريد أن يعرف الحق في شخص واحد، هو شخص المسيح. أمين. الذي شهد عنه القرآن بأنه الحي الذي لا يموت. أمين. شكرا قصي. خلينا نشوف الفيديو اللي بعد هيك عشان الوقت تبعنا. طبعا الفيديو هذا الشيخ بيقول أن حقوق الإنسان من الشيطان. يعني شوف الآية انقلبت، حقوق الإنسان هذا شيء شيطاني. يعني أنت بتنادوا فيه في الغرب وهون ما في شيء اسمه حقوق الإنسان. يعني شو وصلت العجرفة والتكبر والتشامخ على كل شخص على أي دولة معينة في العالم؟ هذه كلها شيطانية أفكاركم. يعني أشطبها من التاريخ، ما تصلح يعني. طيب أخ حسين، أنت سمعت الشيخ اللي ذكر أن الحقوق الإنسانية هي من الشيطان. فعلا قص جوزيف، بس بالنسبة قبل هذا الشيخ اللي قبله
تكلمنا عن قصة بني قريظة أنه أشرهم الصحابي هكذا بالذبح. هذه القصة نعم صحيحة وواردة في كتب المسلمين، ككتب الشيعة الذين أنا كنت منهم تقول أنهم كانوا 900 وما يزيدون في تفسير القمي على الآية وانزل الذين ظاهروا من أهل الكتاب من صياصيهم فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. هذه كانت موجودة، نحن عدنا 900، هذه في الكتب الإسلامية المصادر. وكذلك القصة الحالية أيضا موجودة في سورة المائدة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فسادا في الأرض أن يقتلوا ويصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. هذه أيضا إنه قطع، تقول الرواية الشيعية يقول عن لسان جعفر ما يسمى بالصادق يقول قطع النبي أيديهم وأرجلهم من خلاف بسيف علي بن أبي طالب، وقيل إنه سمل أعينه. لاحظ، هم يقولون إن جعفر الصادق له علم الأولين والآخرين وأنه معصوم ويعلم كل شيء، فإذا كان معصوم كيف يقول قيل سمل أعينه؟ هل يخشى أن تقول لماذا قيل؟ بل إنها حقيقة في صحيحة أنس بن مالك، سمل أعينهم وليس قيل، ليس قيل. هذه واحدة، فهذا الإجرام ويقول لك لا حقوق إنسان، هذه من الشيطان. فعلا محمد لا يعرف شيء اسمه حقوق إنسان ولا أي شيء، يعرف أنه يتسلط على رقاب الناس ويكون عليهم رئيسا، ولم يعدهم بشيء، وعوده كلها كاذبة. كما الرواية التي جلبها القس جهاد حول قول أبي بكر قال لا أأمن مكر ربي، لاحظ ينسب إلى الله المكر، يقول لا أأمن مكر ربي حتى لو كانت إحدى قدماي في الجنة، يعني لا أأمن مكر ربي إذا كانت قدمي في الجنة أنه يقدر يسحلها ويرجعها بالنار، لا أأمن مكر ربي. فإله الإسلام شيطان ماكر، لا وعد له حقيقة ولا يوفي بوعده، كله كذب. ومحمد في نص القرآن يقول لا أدري ما يفعل بي وبكم، يعني هو أصلا لا يدري. لكن أنا الذي كنت أفكر كيف صدق الناس بمحمد، الناس كان في زمن جهل. ماذا على سبيل المثال مسيلمة بن حبيب الذي يسمى بمسيلمة الكذاب، فعندما جاء له المسلمون ماذا قالهم؟ قالهم إن قريش قوما معتدون، إن قريش قوم معتدون، نحن لا حرب لنا معكم، لكم محمدا ولنا مسيلمة، لقريش النبي ولبني حنيفة نبي، ولا نحاربكم ولا تحاربون ولا شأن لكم بنا. هذا كان طلب أهل اليمامة. ماذا فعل جيش محمد؟ قالوا لا، يا أما أن تعودوا وتشهدوا أن محمد رسول الله، يعني هو يعلم أن مسيلمة وجيشه لا يؤمنون بمحمد، يريد منهم أن يقولوا محمد رسول الله، ليس هذا القول المراد به، المراد أن يخضعوا لحكم محمد. لاحظ، هو الهدف الحقيقي أن تخضع لحكم محمد. فماذا فعل مسيلمة؟ جهز جيشه وقاتلهم. انظر حتى فنى قومه، ماذا يفعل عندما هاجموه وحاصروا؟ يأتي إلى أصحابه من بني حنيفة يقول لهم قاتلوهم، ومن يقتل منكم بقتالهم أضمن له قصرا في الجنة. هذا مسيلمة كان يعد أصعب، حتى فنى بني حنيفة عن بكرة أبيهم، لم يستسلم أحدا من بني حنيفة على الإطلاق، كلهم قاتلوا جيش محمد وقتلوا جميعا. لماذا؟ لأن مسيلمة كان يقف في وسطهم ويقول أنا رسول الله، وإن قتلتم والله لكم الجنة، من يقتل منكم أحدا فأضمن له الجنة، ومن وله قصر في الجنة وله حور عين. نفس الكلام الذي كان يقوله محمد لأصحابه قاله مسيلمة. ولولا أن مسيلمة كان أعداد جيشه قليلة لانتصر وصار هو النبي الآن، ولكن بنفس الأفكار. فبني حنيفة 12,000 رجل قتلوا في نهرين وأصبحت مذبحة، سحق الرجال سحقا، بماذا؟ استطاعوا أن ينجب أنفسهم بمجرد أن يخضعوا لمحمد. ولكن لكن التصديق والفكر والإيمان بما سمعوه من مسيلمة دعاهم إلى أن ينتحروا جميعا. لماذا؟ لأنهم صدقوا أن مسيلمة سيضمن لهم الجنة. فكذلك محمد أيضا صدقه، ليس كل الآن يعني بعض الجهلة يصدقونه، ولكن في زمانه لا،
لم يكن يصدقها أحد، كلهم كانوا معه خوفا. فهذه الأفكار التي ترعب، نحن كمسلمين يا قس جوزيف كنا مجتمع مرعوب. أنت سأل السؤال للأخ كريم جاوبك وأنا أيضا أجاوبك، هل كانت هذه الأمور تناقش؟ نعم كانت تناقش، ولكن بصفة ماذا تناقش؟ بصفة إن هناك جهة حق وجهة باطل. عندما نذكر الحروب بين الصحابة نقول إن علي جهة حق وأولئك باطل، وبما أن علي انتصر عليهم فهو الولي الحقيقي وإنه الخليفة الحقيقي وأولئك كفار وقتلهم حلال. هكذا كنا نفكر، لا نفكر إنه القتل حرام وحقوق إنسان، لا، بل نفكر إن حروب وقعت بين الصحابة، نعرف هذا جيدا كمسلمين، ولكن لماذا ماذا نقول؟ نقول إن هناك جهة حق وهناك جهة باطل. أصعب شيء في الإنسان الفكر، لا تستطيع تغييره طبعا. لذلك هكذا خدعوا الناس وضحكوا عليهم، ولكن الإيمان المسيحي لا يجبرك، والمسيحية لا تريد منك أن يتسلط عليك في الأرض في الدنيا. الله ملك على قلبك، ملك على حياتك أنت كشخص، أمين، وليس ملك على أفكار أنه تعال يا أما تؤمن أو أقطع رأسك. كمرتد الآن يقول لك، لماذا يقول لك المرتد؟ مباشرة تعتد امرأته عدة الوفاة وتبين منه زوجته، وإذا كملت معه فإن هذا زنا، وفي يوم القيامة تحرق وتقتل وتعذب لأنها لم تنصاع لأمر الله، وفي حال ردته تقسم أمواله على ورثته. لماذا هذه الأفكار؟ لكي يمنع الناس من أن تفكر، لكي يمنع الناس من أن يتركوا هذا الدين الشيطاني. علينا الآن كمسلمين وكمجتمع مسلم أن نفكر، هل فعلا هذه هي التعاليم التي يريدها الله منا؟ هل هذا فعلا الدين الذي جاء به الله لخلاص البشر ولا يعطيهم الجنة؟ كيف يعطيهم الجنة وهو يريد أن يقسم إلى القرآن لأن جهنم بالكافرين بحرقة قلب؟ يعني الشخص حاقد على البشر لأنهم لم يصدقوه ولم يعطوه أموالا ولم يعطوه نساءهم، ماذا حلف يمين إن الله سيدخل الناس جميع ويضع قدمه في النار ويقول قط قط. يعني هل هذا فعلا هو هذا الدين الذي يريده الله؟ لا خير في هذه الأفكار. أتمنى أن تعرفوا الآن من هذا الكلام ومن هذا من قناة الآرامية انتضحت الصورة أمامكم، يا أما تتدين يا أما أن تصبح متدين فتصبح مجرم، تصبح كافر مجرم، تصبح حاقد على البشر، لا تعرف حتى تربي بيتك. المسلم المتدين لا يستطيع أن يربي حتى ولا يدبر أمور بيته. أيوة. كيف يدبر مجتمع؟ شكرا أخ حسين. خلينا أرجع للفيديو الثاني بعد أن أروح للأخ كريم. عزيزي المشاهد أخ كريم، أنت طبعا شفت الفيديو السابق واللي بعده، بدي أسألك سؤال قبل تعليقك على الفيديوهات إذا كان عندك أي تعليق. الحاكم العربي، الملك العربي، الإنسان اللي بنقول المنتخب بطريقة ديمقراطية في العالم العربي، لما بيسمع الشيوخ يتهاترون على اليوتيوب وعلى الفيسبوك وعلى أجهزة التواصل الاجتماعي، هل يخاف من أن يقتل لبسه؟ سؤال تاني، هل يخاف الحاكم أن الإسلام يندثر؟ لو قاوم هذه الأفكار الإسلام راح يروح ينتهي. هل يستطيع الرئيس أو الحاكم السيطرة على هؤلاء الشيوخ أم هو فقد السيطرة؟ تفضل أخ كريم. بالحقيقة الحكام اليوم اللي موجودين، أيوة، هم ما بيهمهم الإسلام، يعني هم يهمهم الكرسي الحكومة والإسلام خلينا على جنب، يخوفون الآخرين بي. يعني هي وسيلة للتخويف، ولكن هل الحكام يؤمنون إيمان المشايخ؟ لا أعتقد ذلك يعني. ولكن هم يعني بس يبعدون عن هذا الأمر، يعني كأنهم يخوفون الناس بالإسلام، الإسلام بهذه الطريقة يخوفون الناس بهذه الإسلام. يعني أي واحد يتكلم على الحاكم يقول الله غالي والرسول غالي وعدي آيات قرآنية تقتل الشخص، ونفس الحاكم يحكم بالآيات القرآنية يقتل الآخرين بها، ولكن هو لا ياخذ هذه الايات، لا ياخذ هذه الايات لازم يترك المنصه ويروح يقاتل. المشايخ هو لا يستطيع يمنحهم منعا باتا. يعني احنا شفنا سالم عبد الجليل الشيخ الازهري طلع على قناه تلفزيونيه مصريه وطلع بالصوت والصوره وقال عقيده المسيحيين عقيده فاسده.
طبعا المسيحيين يعيشون في مصر مواطنين، والرئيس السيسي هو رئيس سالم عبد الجليل ورئيس للمسيحيين في نفس الوقت، فرفعوا دعوة قضائية قالوا سالم عبد الجليل لازم يسجن، ولحقه الشيخ الثاني عبد الله رشدي وقال ما قاله سالم عبد الجليل هو ما جاء بالقرآن، فالشيخ لم يضيف شيء منه. هؤلاء اثنين المشايخ يعني المسلمين قالوا هؤلاء خلاص نزلوهم المنصة قبل 10 أيام، رجعوهم للخطاب ورجعوهم للمسجد ورجعوهم نفس الكلام، مدة منعوهم رجعوهم. لماذا؟ لأن نفس الشيخ يأخذ القرآن يذهب لأي محكمة، لماذا تحكموني؟ قال الله وقال الرسول، ويعرض أمام الناس ماذا يقولوا له يعني؟ يقولوا له أوكي بس خليك الخطاب يعني لا سر لين، مع الناس مسيحيين عايشين معنا بالبلد عيب. السعودية نفس الشيء، السعودية الآن لما أجي محمد بن سلمان تقريبا 14 و15 رجل دين بالسجون، حد اليوم موجودين بالسجون. لماذا؟ ما كانوا أهل الصحوة وهم كانوا يؤمرونهم، بيهم من كبار علماء المسلمين، بيهم من كبار العلماء اليوم موجودين بالسجون، لأن خطاباتهم على تويتر يعني خطابات داعشية بامتياز، يعني هي داعشية احنا يسمونها هي إسلامية، يعني إسلامية بامتياز، ولكن تنتمي للحركة الجهادية. الشيخ اللي تكلم بالأول يعني اللي شرح قصة بني غريبة، 15 يوم الرسول خذ عليهم الحصار وقطع عليهم المية والأكل، طلعوا للنساء والأطفال بالباب يستجدون، ممكن يكسروا خاطرة، الأطفال تبكي والنساء جوعان، ماذا نعمل؟ قال تنزلون على حكم رسول الله. ما هو حكم رسول الله؟ قال الذبح، كلكم يذبحوا. ألم يفكروا في مصير الأطفال؟ الأطفال اللي هم لم يفهموا شيء ولا يعوا شيء من الدين، لم يفكروا في هذا؟ الأطفال أخذهم عبيد تحت 14 سنة. إذا نقرأ الحديث، من لم ينبت شعرا بالعانة يأخذ عبد، من لم ينبت شعر، طبعا اللي ما عنده شعر بالعانة هو هذا تحت 14 سنة، تحت 14 سنة يأخذ عبد، فوق 14 سنة يسمونه مقاتل حتى لو لم يقاتل، اسمه يعني بالغ للقتال اسمه مقاتل يقتل. والنساء سباهن، عندما أخذ النساء ردبحهم على قبيلة ثانية يهودية، سألوا لماذا؟ قال لا أستطيع أرجع النساء لمكانهم، أزواجهم ماتوا، أنا أعطيهم لقبيلة ثانية وأشتري بفلوسهم سلاح. هذا الكتاب اسمه كتاب الغزوات، في 27 غزوة حربية، الكتاب خلاصته 27 غزوة شارك بهم الرسول وثلاثة من نساء من سبايا الحرب. لب العقيدة الإسلامية، هل يستطيع مسلم اليوم يهدي الكتاب لابنه ويقول له أقرأ غزوات الرسول؟ يخاف، إذا غرى الولد يروح يفجر نفسه، وإذا غرى سيرة الصحابة يقتل نفسه، وإذا غرى سيرة محمد. فلهذا السبب يعني سؤالك الأول وكان رائع جدا، المسلمين اليوم يخافون من الإسلام، يخافون من الإسلام يتعمقون فيه ويخافون من الإسلام يتركونه، بين أمرين، إذا تعمقت بالإسلام تقتل تموت، وإذا تركت الإسلام المسلمين نفسهم يقتلونك قتل مرتد. طيب ما هو الحل؟ الحل عقلك هنا ما يشتغل، لا يعني تأثير على العقول، لا يخلو المسلم يفكر. المسلم اليوم ليس له حرية بالتفكير، إذا تفكر تقول لك يعني ماذا تفكر؟ تقول يعني القتل مو حلو والقتل ما يجوز، يقول لك هذه أفكار شيطانية، ما يوجد شيء اسمه حقوق إنسان. الرسول نفسه قتل 8 أشخاص، الشيخ كان يتكلم عليهم، هم 8 ارتدوا من عرينة، منطقة اسمها عرينة، 8 ارتدوا منها، قطع أيديهم وأرجلهم وخلاهم بالحرة، ما قتلهم وارتاحوا، لا يعني جزء جزء يقطع بيهم، محمد شخصيا بنفسه، وواحد منهم يعض على الأرض يقول يا رسول الله بس ما يعطيني، قال أصلا يسقى ولا يستسقى، وماتوا بالحرة يأكلون تراب، ويغطى عيده وغطى رجلك وغطى عيده. طيب هذه الفنون اللي تفنن بها بقتل البشر، إذا أعلمها اليوم لابني ماذا يحصل؟ هو يطلع مثل محمد، ما فيها إجابة ثانية، يعني ابن ماذا يعمل؟ ما يطلع مثل محمد يقتل الناس. فالمسلمين اليوم لا يريدون يعلمون أطفالهم. المدر يعني تونس الآن، تونس رفعت 4 آيات قرآنية من مدارس التعليم، واحدة منهم اللي غير مغضوب عليهم والضالين هي سورة الفاتحة، وقالوها بالتلفزيون بالرسمي، منعوها منها من التعليم للمدارس، لا تعلمون أطفالكم مغضوب عليهم اليهود والضالين هم المسيحيين، عيب وزحمة، وجيبوا لنا آية ثانية مكانها، في آيات حلوة جيبوا لنا آية ثانية، بس هاي الآية رفعوها. لماذا؟ لأن لا يستطيعون علم الأطفال. الطفل إذا علمته أنت اليوم ربيت إرهابي، متى ينفجر هو قنبلة موقوتة، متى ما أنت الوقت ينفجر. اللي فجروا أنفسهم في داعش لم يكونوا إرهابيين، لم يولدوا إرهابيين، ولدوا في عائلة مسلمة تعلموا هكذا وقتل. للأسف الشديد يعني هو هكذا، لا يوجد لا تفكير ولا يعني لا يعطونك حرية ولا يعطونك تفكير، وإذا تركت الإسلام تقتل، وإذا قبلت الإسلام بغلب المغالب أنت فجر نفسك. ف
فالإسلام اللي اللي داخل الإسلام هو مفقود تماما، واللي يخرج من الإسلام فالرب يعطي حياة جديدة. طيب أخ كريم، قبل ما أروح، الفيديو الأخير اللي شفناه الآية بتقول أمرت، يعني أخذ أمر معين من شخص معين مكلف بأمر معين أن يقتل ويقاتل، أمرت من من؟ هو يدعي يقول منه من الله. ما هذا طيب. السؤال الأول، ما هو الدليل أن محمد رسول؟ ما هو الدليل اللي أجى لمحمد هو جبريل شخصيا؟ ما هو الدليل؟ يعني حتى الكتب أنا أريد أقرأ يعني بتمعن، حتى الكتب ما هو هو نفسه لم يقل جبريل، يعني ما أعرف وحيا أم شيطان، يعني ممكن 50% وحي 50% شيطان، وأنا العبد الفقير مطلوب مني 100% أسلم أنه رسول، وهو مش متأكد، هو 50% يقول ما أعرف وحيا أم شيطان. فهكذا كان يأتي الشيطان وهكذا كان يأتي الوحي. يعني حتى عندما استفسر عند خديجة اجلس على يمين على يسر عين، قالت لا ما لا هو مش وحي، يعني مش شيطان هو وحي. طيب انت اللي عرفك انه وحي؟ شهادة المرأة بالإسلام نصف شهادة الرجل أيضا 50%. عندما ودى الورع ابن نوفل قال لا هو نزل عليه الناموس ليأتي إلى موسى، ولكن أخشى أن لبسه جن 50%. يعني ما في تأكيد ولا تأكيد. هذا السؤال يطرح، ما هو الدليل محمد رسول؟ ما هو الدليل اللي أتى بالورق هو جبريل؟ يعني حتى عائشة حاولت تشوفه مرارا وتكرارا، يعني يا رسول الله أترجاك بس خلي أشوف الوحي. يوم من الأيام هو يتكلم باب الخيمة سمعت صوت، طلعت فازعة، إيه اللي حصل؟ قالها أتاني الوحي بالباب قاعد يتكلم معي. فطلعت تشوفه شافت دحي الكلبي صحابه، قالت له هذا دحي الكلبي يا رسول الله، قال هو مثل دحي الكلبي يشبه. حديث صحيح موجود في كتب الإسلامية هكذا. المهم ان انا عايز بقارن الوصايا العشرة، واحدة منهم بتقول لا تقتل، وهون بيقول انا امرت ان اقتل، يعني ففي تناقض بين 1400 سنة قبل مجيء المسيح والله بيقول لا تقتل لا تقتل، وهنا يجي شخص يقول امرت ان اقتل، يعني شيء غريب متناقض. ان الله اللي نعرفه ان بيوصينا بالرحمة بالإحسان لا نقتل لا نزني، وبعدين هنا ان الرسول يقول ان الله امره بالقتل او شيء امره بالقتل، شيء غريب. خلينا نشوف الفيديو الاخير. معايا طيب اتصال الاخ احمد من امريكا، تفضل اخ احمد. مرحبا، كيف الحال؟ الحمد لله، كيف حالك؟ الله يخليك. والله انا استود دائما اتصل بيكم وانا انسان باحث. نعم. بس للأسف كل ما أتصل ينخفض الصوت أو ينقطع الاتصال، ما أعرف ليش هاي التكنولوجيا معي هكذا. هلا إحنا سمعينك، تفضل. جيد، أنا أريد تختار واحد من هؤلاء القاعدين وحاوره بأي موضوع عن الإسلام، لأن هذول كلهم ما فاهمين الإسلام للأسف، ومن الظلم أنه شو اسم حضرتك؟ اسمح لي قل لك شو اسمك؟ عايز أعرف اسمك عشان أخاطبك باسمك. أحمد. طيب تفضل. فمن الظلم انه الانسان يتكلم عن شيء ما يعرفه. اوكي، احنا نحترم المسيحيين والنبي عيسى عليه السلام من انبياء الله العظام، فاحنا نريد يصير اكو تكافؤ بالوقت وعداله ونخلي موضوع واحد لكي هؤلاء اللي يسمون بالاسلام، جيد نحترم آرائهم ولكن خلي يسمعون لأنه ما فاهمين الإسلام، يجي يقرأ النص عرفت ويطبق النص على الإسلام. أوكي. وإحنا نحتاج وحدة إنسانية ما بين كل الأديان، أنتوا تسببون حرب قادمة نووية ما بين الإسلام والمسيح وهذا ما حد يرضى بي. عرفت؟ فإذا أكو واحد تنتخبوه أقوى واحد عندكم ما فاهم الإسلام، إحنا نتحاور وياه لكي المشاهد يحكم مو أنت. مين نحن؟ والمشكلة ولا ما نخلص الكلام أنت تقعدون نفسي تنصفون بالمقابل، هذا مو صحيح. حبيبي أحمد، مين نحن نتحاور معه؟ مين أنت؟ شيخ من الأزهر من السعودية؟ مين أنت؟ بتقول مين أنا إنسان باحث، أنت كل إنسان تريد تسوي مسيحي. أنت كل إنسان تحكي ويا تري سوي مسيحي الآن، منو أنت منو أنت؟ أنا باحث حبيبي. نحن عم نتكلم بنصوص. أخ أحمد حبيبي اسمعني، نحن عم نتكلم بنصوص من القرآن والأحاديث. لا هاي النصوص أنت ما فاهمها، أكو نصوص ما يطر في المسلمين. خلي كريم يحكي معه. في سؤال إذا كم واحد راح يحكي ما أدري كم واحد. خلي الأخ كريم يحكي معك. هلا
يلا خلي يحكينا أربعة خمسة مو هالشكل. تفضل أخ كريم. أنت عندك سؤال أحمد؟ سؤال واحد بس. يلا اعطيني السؤال مالتك. طيب كل اللي تكلمنا به الشيوخ طلعوا وأكدوا أيضا الشيوخ ما فاهمين الإسلام. اي نعم ما فاهمين الإسلام. نعم تدري ليش؟ أنا أقول لك اسمح لي هاي موجودة عندك شهود هاي ما فاهمين فهمك للكتاب المقدس. اسمعوا يا المسلمين أيضا يسمعون يفهمون يعني المدري الجديد اليوم. أنا أتكلم مع المسلمين يعني طول نهاري يوميا أتكلم مع 70 إسلام مو 70 مسلم لا 70 إسلام. كل شخص اللي أتكلم معه عقيدته تختلف لا قرآن ولا سنة. كل واحد يأخذ على رأي. أقول التفاسير تقول يقول لي ما لي ربط بيه. القرآن يقول لي ما لا ليس كل القرآن صح. الشيوخ يقولون يقول لا يمثل الإسلام. طيب منين أمسك أنا يعني من ما شهود لهوهم يقولون أنت كل فهمك غلط والكتاب المقدس واحد. من الصح؟ الصح يطلع بالحوار اللي يمتلك الدليل. فهذا الأسلوب للأسف الشديد مو أسلوب بحث علمي. هذا هجوم يعني كلهم في مرتبة عالية. المشايخ اللي سمعناهم كلهم في مرتبة عالية. كل المشايخ أي واحد وأنا حاضر منهم نبيل العوضي اللي هو خطيب سعودية خطيب نبيل العوضي المسجد الحرام يخطب في مسجد الرسول. اسمعني اعتقاده مثلك أنت معبودة يهرول حط قدمه في جهنم. هذا عاقل؟ هذا عاقل؟ طيب ممكن تروح للسعودية وتنزل من المنصة تقول لي أنت لا تمثل الإسلام ولا تخطب في رأي يعني في مسجد الرسول يتكلم يا أخي. طيب نبيل العوضي مثل الإسلام الآن أخي هو هذا الشيخ الكريم وهو لم يأتي بأفكاره. هو غرام من السيرة يقول محمد غزا 27 غزوة وثلاثة من النساء من سبايا الحرب. واحنا نتساءل نقول على أي أساس وضعتوا هذا الشخص رحمة للعالمين 27 غزوة حربية ثلاثة من النساء من سبايا الحرب في يوم واحد قتل 800 شخص على أي أساس يكون رحمة؟ أين العاقل والمنطق؟ هذا السؤال نطرح من زمان. الرب يبارك فيك. ابن مريم كان يدافع عن أهل الحق عرفت؟ مو الأنبياء مو أهل الغزوات. شفت الآن أنت ما فاهم الإسلام؟ إيش يعني مو زواج؟ شنو؟ إيش يعني مو زواج الأنبياء؟ شنو مو زواج الأنبياء؟ أقول لك الأنبياء ما يقودون حروب يأتون بالتي هي أحسن. طيب. عرفت؟ يدعون إلى الله بالحكمة والموعظة وبالإنسانية. يا أخ أحمد أنت بتناقض نفسك لأن الآية بتقول أمرت أن أقاتل أمرت مأمور بقتل أن يقاتل. هذا الحديث مو صحيح. أوكي أنا الشيخ يقول هذا حديث صحيح يا حبيبي. أوكي هذا يخالف القرآن الحديث. طيب. إذا جاء وخالف القرآن ما نأخذ به. طيب. لم يخالف القرآن أخونا أحمد غط لم يخالف ولا مرة لأن أنت عندك 206 آية تدعو للقتل. القتل ليس جديد عليك لكي يخالفه. عندك سورة التوبة والآية 5 اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. سورة التوبة الآية 29 ما تقاطع يا أحمد خليه يكمل. سورة محمد الآية 4 إذا لغيت الذين كفروا قطع الرغاب. فأنت مش جديد عندك القتل علشان مو أنت إذا لقيت يعني اعتدوا عليك. ما في التدابير تدابير عربيه. الذين كفروا اشكرك اخ احمد احنا مش رح نوصل لحل معك يعني هم بيحكوا مصادر وانت مش مقتنع بالمصادر. فناخذ المكالمه اللي بعدها. مين معي؟ مادلين من امريكا. اهلا وسهلا اخت مادلين. يا ايوه تفضلي. انا بحييكم والموضوع بالفعل شيق جدا. شكرا. والفكرة قيمة جدا. أنا بعتقد الحل في نظري ليس إلا بقيام ثورة يعني شاملة في العالم العربي ضد الإسلام. أيوه. ليس لأن هذه الثورات التي قامت يعني ما بعرف وتقوم الآن لا أدري يعني كلها ليست إلا هباء لا فائدة لها ضد الحكام. الثورات التي قامت ضد الحكام ليست إلا هباء لا فائدة منها إلا بقيام ثورة شاملة في العالم العربي ضد الإسلام لقلع يعني لأن الإصلاح لا يتم إلا باستئصال الشر من جذوره. لا فائدة كل هذه يعني لقد بلغ سيل الزبا ويعني بعتقد في شاعر
يا ريت اتذكر اسمه، ما عم اتذكر اسمه. يعني بيقول يعني هاي لازم تنطبق هلا على الوضع العربي في العالم العربي كله. تنبهوا واستفيقوا ايها العرب، لقد طمى الخطب وغطى الركب. أيوه. يعني يعني ما بقى نسيت اسم الشاعر هون. إيه؟ يعني ما في حل، ما في حل، وخير للبشرية أن يتحرك كل عقل إنسان مسلم يعني معتدل. آن الأوان، يعني لأيمة، يعني لأن الإصلاح ما في فائدة منه إلا بهاي الطريقة. وطبعا طبعا هو الخوف، الخوف هو يلي عام عيون هالمسلمين، الخوف من الإسلام نفسه، من التعبير عن الفكر الحر. شكرا جزيلا. طيب أرجع لك قس جهاد، بولس بيقول تيموثاوس فتش الكتب، يعني أنت اقرأ لحالك واستنتج. وبعدين يشوع يقول للشعب اختاروا اليوم من تعبدون، أما أنا وبيتي فنعبد الرب. يعني ما شايفينه من الكتاب المقدس، أنت قرر لحالك، فكر لحالك، استخدم عقلك، استخدم الموهبة اللي أعطاك إياها الله في التفكير وفي العقلانية واستنتج لحالك. أسيس جوزيف، البرنامج اليوم مركز على الفكر وعلى العقيدة. الحقيقة أنه الفكر والعقيدة الإسلامية مؤسسة على تصديق ما كتبه محمد رسول الإسلام. أيوه. والأخت تكلمت أنه لابد أن يكون في ثورة بالعالم عارمة. الثورة ما بتصير بتقتيل المسلمين، مثل ما بنعرف أن الثورات كلها بتصير على القيادات. لكن الحقيقة بيخلينا الكتاب المقدس بيقول إن مصارعتنا، محاربتنا ليست مع لحم ودم. المسلم لازم يعرف يقينا إن المسيحية مش ضده كإنسان. نحن مش عم نحارب المسلم، لكن عم نحارب إلا بأفسس الستي، لكن مصارعتنا، محاربتنا مع أجناد الشر الروحية في السماويات. فنحن مش عم نحارب المسلم، عم نحارب عقيدة الإسلام اللي مؤسسة على الباطل. ليش عم بقول على الباطل؟ لأنه لما بنتكلم عن أعمال الله وشرائع الله اللي جاءت قبل الإسلام بالتوراة والإنجيل، في مبدأ واحد الله تكلم معه لليهود والمسيحيين، تعرف شو قال الله؟ عيشوا في سبيل الله. التوراة والإنجيل، المسيح شو قال؟ قال أتيت ليكون لكم حياة، أتيت لأعطيكم الحياة. وبولس الرسول قال عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح. أتى رسول الإسلام بعد 650 سنة، شو عم بيقول لأتباعه؟ موتوا في سبيل الله. طب يا عمي إذا الله بده ياني موت لي في سبيله، ليش حطني على الأرض؟ يشيلني من قبل ما أولد، مجدود ولا لا؟ منطقيا يعني حتى اليوم بالعالم بالحيوانات، الحيوان لما بيشوف الشر جاي بيهرب. الغزال لما يشوف الأسد بده يعيش، بده يعيش، ما بده يموت، فما بحب الموت. المسيحيين مميزين أنه بحبوا الحياة. ليش؟ لأنه إلهنا إله الحياة. بقول الكتاب المقدس الله ليس إله أموات بل إله الأحياء. لكن يأتي الإسلام ويقول لا لا لا، نحن أنا إله الموتى، بدك تعيش، بدك تموت في سبيل إله الإسلام لحتى تطلع وتاخد حور العين. طب يا عمي إذا الإسلام عم بيقدم لك حور العين، طب طول حالك وطلع لعند إله الإسلام. إذا أنت إلهك بيقول لك موتوا في سبيل الله، موت حالك وروح عند إلهك. ليش لا تموت غيرك اللي بده حياة؟ لأن المسيح ما إجا لحتى يقلنا بدكم تموتوا، إجا لحتى يقلنا أنتم أمواتا بالذنوب والخطايا، أنا أتيت لأحييكم. الشيء اللي بدي أغطيه يعني زي ما ذكرت لك، ليش بولس بيقول فتش؟ ليش بيقول أدرس واستنتج؟ وليش بيقول له اختار، اختار؟ يعني ما في فكر معين يعني مفروض عليك او عقيده معينه. وبعدين كمان بولس يقول لك ليكن فيكم فكر المسيح. أمين. شو هو فكر المسيح؟ شو الاختيار؟ هذه الكلمه رائعه جدا اسيس، تعرف ليش؟ لانه الانسان يفكر بما هو، مش بيصير مثل ما فكر، لا، لانه الانسان زاني بيفكر بالزنا، لانه الانسان صادق بيفكر بالصدق، لأن الإنسان مجرم قاتل بيفكر بالقتل. لما المسيح قالنا أنه الفكر هو نابع من القلب، إذا قلبك صالح
أفكارك بتكون صالحة طبعاً. إذا فكرك شرير تجاه الإنسان بدك تفكر بالشر عليه. فلذلك في شيئين يعني متضاربين في مبدأ الحياة، في الحياة بتعرف شو هني؟ الخير والشر، ما بيتلاقوا. النور ما بتتلاقى مع الظلمة، إذا الظلمة إجت على النور النور بيطفي الظلمة بيصير كله نور. فلذلك المسيح قال لنا هذا الكلام، إذا أنت بدك تعيش لترضي الله بدي يكون عندك فكر الله، وفكر الله حصل وجاء لنا وكشف لنا بشخص المسيح. عشان هيك المسيح شو قالنا؟ قالنا لك إذا أنت بتكره خيك، إذا عندك كراهية بقلبك لخيك ورايح تعبد الله بالمحبة، ما في إنسان بيكره الله، كل نشر بتحب الله، المسلم بحب الله، اليهودي البوذي بحب الله، الكافر بحب الله، مش مشكلة. لكن إذا أنت بدك تروح تعبد الله وفي بقلبك كراهية تجاه خيك، بتعرف شو قال الرب يسوع بمتى؟ قال هنيك تذكرت في شيء ضد خيك، في كراهية، قال الرب يسوع اترك قربانك على المذبح، يعني ما تعبد الله، روح الصالح مع خيك، اجعل محبتك لخيك، بعدين تعبد الله بالمحبة. ليش؟ لأنه الكراهية والمحبة ما بيتلاقوا بقلب واحد يا أحبة. ما فيك تقول لي أنا بكره المشرك لكن بحب الله اللي خلق المشرك على صورته، مستحيل. يا اما في بقلبك كراهيه على الله والانسان، يا في بقلبك محبه لله والانسان معا. ما تقلي انا بكره خي بس بحب الله، انا بكره فلان لكن بكره عدوي لكن بحب الله، بقلبك ما فيك امبوسيبل، ما فيك. ولذلك المسيح قالنا هالكلمه هيدي، قال لك اذا عينك شريري قلبك كله مظلم ما في نور، لكن اذا عينك منوره قلبك كله نور. حبيتكلم المسيح عن اللي انت بتشوفه بالعالم. اذا انت بدك تملأ قلبك بكراهية وحقد ويعني نوع من الحسد على الانسان، انت عم بتضر حالك وعم بتجيب الشر لنفسك. لكن في شغلة مهمة، بتعرف قالنا المسيح؟ قالنا الكلمة هاي، وهيدا صعب على فكرة، صعب على الانسان يطبق كلمة الرب بالمسيح من دون المسيح نفسه. لذلك الحياة المسيحية هي عجيبة من الله. لما تقول لي يا شهاد انا ما فيني احب عدوي، بقول لك نعم انا كمان ما فيني احب عدوي اللي شردني من بيتي وقتل اولادي وقتل مرتي، ما فيني احبه كانسان. لكن بتعرف العجيب شو بتصير لما المسيح يدخل قلبك ويقول لك حب عدوك مثل ما انا حبيتك، لانه انت مش ما بتستاهل المحبه اللي الله احبك اياها. بقول نعم يا رب انا بحب عدوي المجرم وبتمنى له الخير مثل ما يا رب انت حبيتني، انا كنت فاسد كنت شرير كنت فاسق كنت ميت وحييتني. نور يا رب بقلب الانسان اللي عم يشاهد هلا لحتى يحب عدوه مثل ما بحبك يا رب. وبالتالي المحبه بتشيل البغضه، المحبه بتشيل الحقد، المحبه بتشيل الكراهيه، وبالتالي بصير في سلام بين الناس. لكن لما يكون في بقلبك كراهيه وحسد مستحيل يكون في سلام بقلبك، لانه قلبك بده يضل حاقد على الانسان الغير عقيدتك. وهيدا الشيء أسيس اللي بيخلي الإنسان يشمئز من شو؟ من الحالم اللي عم يشوفه حواليه. حتى الإسلام المسلمين عم يتركوا الإسلام بيقولوا فاد السبب اللي عم بيشوفوه داعش عم تعمله، بلك إذا هيدا الإسلام أنا ما بدي يكون مسلم، ما بقول بدي يكون مسلم. وكتير من المسلمين عم يتركوا الإسلام بسبب الإسلام مش بسبب المسيحية، بسبب الإسلام نفسه. وكتير مسلمين حتى بداعش عم يتركوا داعش والإسلام للأشياء اللي عم بيشوفوها بعيونهم، النتيجة اللي الإسلام عم بيعملوا بين الشعوب. كل ضحايا الإسلام مسلمين يا أحبة، المهجرين من سوريا والعراق عم بيروحوا على أوروبا على بلاد الكفر بحسب الإسلام يحكموا بالكافر، بدل ما يروحوا على السعودية وعلى البحرين وعلى قطر وعلى, وعلى, وعلى مصر والأردن لحتى يحكموا بالمسلمين بالإسلام. ليش؟ ليش حكومات الإسلام ما بتهتم بالمهجرين المسلمين اللي هربوا عم بيروا على الغار؟ بتعرف ليش؟ لأنه في حقد على الإسلام من الإسلام. والحرب اليوم بالشرق الأوسط هي بين إسلام وإسلام. الشرق الأوسط منشق بين الشيعة إيران دعميتها روسيا وبين السني السعودية ودعميتها أمريكا، وهيدا اللي بده يجيب الولع والدمار للشرق الأوسط كله وللعالم بسبب الإسلام والشقوق اللي بالإسلام والكراهية اللي بين المسلمين نفسهم. الرب يرحم، الرب يرحم الإنسان. بمحبتك حبيبي أنت بتغير العالم كله بالمسيح اللي فداك وأعطاك النعمة والحياة الأبدية. خلينا نشوف الفيديو الأخير وبعد أرجع للأخ كريم لكلمات أخيرة والأخ حسين، وبعد أرجع للقس جهاد أنك تختم لنا الفرصة بنصيحة روحية والصلاة بعدين.
أخ كريم ما سمعت النقطة الثالثة. هو حقا النقطتين ما أعرف شو هي النقطة الثالثة كانت في عقله، ولكن أعطينا تعقيب أخير على ما على حلقة اليوم، الفكر والعقيدة في الإسلام الشرق أوسطي. جوزيف الشيخ يتكلم على يعني الكفر، هذا مش شيعة وهو له منصب ديني ومعروف يعني منصبه الديني، وهو الآن في المدرسة التعليمية. أخ أحمد يتصل يقول لك الآن هذا هو الآن في طلبة يسمعون ويعلمهم، فيما بعد الطلبة يطلعون يعلمون الآخرين. يعني يقول لهم اللي يكفر يترك الإسلام يقتل، أول حكمه هو القتل، ثاني شيء زوجته تبين منه يعني تكون ليس زوجته. في وأيضا في نقطة مهمة نبه عليها، في بعض الرجال يحكون بالبيت في كلام ممكن يكون هو يعني ترك الإسلام وإحنا لا نعرف عنه، يجب على زوجته تخبر رجال الدين، تتصل فيهم لهم ماذا قالوا ماذا حكى، ممكن يكون كفر وبغيها معاه بالبيت أو يعني لا يجوز تبغى معاه في البيت لأنه هو كفر، فهي تنفصل عنه أوتوماتيكا. إذا تتخيل كل الفكرة مع بعض ترعيب الناس. احنا فهمنا ان الاسلام لا يصلح للبشريه، احنا فهمنا هذا المشروع فاشل، بس ماذا نعمل؟ الان دخلوا في البيوت، خلي بالك زوجتك مراقبه عليك، خلي بالك ابنك مراقب عليك، خلي بالك الكلمات اللي تقولهم توصل للشيوخ. مخابرات يعني مخابرات هكذا هو في زمن محمد، كان هكذا في زمن محمد المسجد اللي حرق لا صلون يمه واشوفكم ما اقبل الصلون مكان اخر، هاي هكذا ليه؟ لان فشل، لماذا خايف؟ الإسلام دين حق واعبد الله فين ما تشاء. لا يوجد هذا، أنت ليه خايف يعني؟ ما هو لأن الخوف يجعل الأحباء اللي يتصلون مثل أخونا أحمد اليوم يبدل، أحمد لم يكن هكذا يعني، أحمد بدل يعني كان سني والآن انتقل إلى قرآني أو شيئا ما. أخونا أحمد يصلي حسب صحيح البخاري الصبح ركعتين، بالتأكيد يصلي إذا كان مسلم يعني. نفس صحيح البخاري اللي أجب الصلاة الصبح ركعتين أجب نفس الحديث مباشرة بنفس الصفحة. ايش معنى اخذت الاول وفقت الثاني؟ ام الاثنين ام تاخذهم اثنينهم في فرصه؟ المسلمين الان يجدون مخرج يخرجون من الاسلام، وهي رسالتي لكل احباء المسلمين، لا تحاول تجمل الاسلام. اخونا احمد عندما قلت الايه قال معناها اللي اعتدوا، الايه ما فيها اللي اعتدوا، ما مكتوب بها كلمه اعتدوا اساسا، منين جبتها يعني؟ منين وضعتها في نفس الايه؟ نحاول نجمل الاسلام لكي يطلع صحيح، لا نستطيع يعني نجمل هو باطل يا اخي. الأمر الباطل باطل، لازم نقول عنه باطل. كل شخص لازم كل شجاعة، أنا عندما وجدته اللي يخالف العقل والمنطق قلت لا يمكن يكون كلام الله وركنت على جنب. وأخ حسين أيضا عمل هكذا، والكثير من عندنا الأحباء العابرين عملوا هكذا، فيجب عليك أن تأخذ الشجاعة وتأخذ هذه الخطوة. إذا تبين لك وأصبحت تجمل الإسلام، لا تستطيع تجمل من 1400 سنة، كم عمرك أنت؟ من 400 سنة بدأت حركة الإصلاحية تجميل الإسلام، 400 سنة أربع أجيال ماتوا لم يشوفوا التجميل، وفيما بعد راح 40 أيضا يموتون، لا تستطيع تجمل. 73 فرقة مختلفين ما بينهم على النص القرآني، أنت ماذا تجمل؟ وكيف تجمل يعني؟ أعمال الرسول ماذا تعمل بها؟ صحيح البخاري ماذا تعمل به؟ تفاسير ماذا القرآن نفسه ماذا تعمل به؟ نفس القرآن ماذا تعمل الآيات اقتلوا وقاتلوا ماذا تعمل به؟ لا يمكن تجميل الباطل، هو باطل باطل، يحطه على جنب. أقول أنا أبحث عن الله وأبدأ قراءتك في الكتاب المقدس، وأنا أصلي من كل قلبي لكل الأحباء الباحثين أن يجدون الحقيقة كما نحن وجدناها. الرب يبارك غز جوزيف، بارك أخونا حسين العابر، ويبارك أيضا غز جهاد والسادة المشاهدين، والرب يبارك جميعا. أخ حسين كلمة قصيرة أخيرة. نعم قصيرة، أنا بس رسالتي أحب رد على الأخ أحمد. الأخ أحمد يقول ما فاهمين الإسلام، أريدك تفهمني يعني شنو الإسلام؟ طيناك وقت ما فهمت شنو يعني؟ نجيب لك الآيات تقول اقتلوا، تقول ما فاهمينها وما تفسيرها مو صح، شنو يعني؟ شيء خصي لك اقتل يعني شنو؟ اكو تفسير آخر غير هذه الكلمة؟ شنو اللي ما فاهمينه؟ انت اللي تعرف من وين يعني؟ انت واضح من الشيعة لانه يذكر على السنة انهم يقولون ان الله يضع قدمه في النار. طيب انت عندك الله وملائكته ينزلون ليزورون قبر الحسين كل يوم الجمعة، يعني شنو فرقك عنهم؟ ماكو فرق. ثانيا انت يعني تقول ما فاهم الاسلام، وين الاسلام الحق؟ اعطيني جهه الحق اليوم بالاسلام حتى اتبعها. من هي الجهه الحق اليوم؟ انت الشيعه تقول يعني هل تدعي توجد السلام؟ تموا نفسكم اللي لطمتوا وظليت تصيحون ماكو ولي الا علي يريد قائد جعفري، وسقطتوا صدام ولزمتوا العراق، سويتوا لنا بالعراق. منو كان يعرف سنه وشيعه ومسيح وشيء ذاك الوقت؟ انتوا جبتوها، انتم سويتوا الفتنه وسويتوا الطائفيه وراح بالعراق من صار 20 سنه
مذابح وحروب وآلاف الناس، تردون تقيمون تردون تحطون هذه الأصنام إنه هي تحكم العراق، هذه القبور هذه القبور والأوثان إنه هي هذه الآلهة، والسنة يريدون أصنامهم عائشة وأبو بكر وعمر هم القائمين، وأنت تريد هؤلاء وذبحتوا السنة وقتلتوهم، والسنة فجروكم يوميا انفجار، يوميا سيارة مفخخة، يوميا أحزام ناس، وأنتوا ترحوا لهم أيضا لبيوتهم تخطفونهم وتذبحونهم. غير هو هذا الإسلام؟ لو أكو غيره طيني غيره شنو بعد؟ من ما فاهم الإسلام غير هذه مجتمعاتكم اللي جاي نشوفها ايش تعاني وش بيها ما بيهم؟ غير بغداد أسوأ مدينة للعيش في سنة 2019، شنو السبب؟ غير خير أمة أخرجت للناس؟ هذا إسلامك لو أكو غيره؟ ليش سافرت لأمريكا؟ ليش عفت العراق؟ ليش عفت دولك؟ ليش عفت بلدانك إذا كانت هو الإسلام الصح وإحنا ما فاهمينه؟ ليش رحت لأمريكا؟ لا يا حبيبي، لا تحاول أن تغالط نفسك، الإسلام لا تظن أنهم خدعوك أن التوحيد وأن الله واحد، هذه كذبة الشياطين. الكتاب المقدس يقول أن الله حسنا تعمل أن الله واحد، الشياطين يؤمنون ويقشعرون، كل البشر حتى الشيطان يعرف أن الله واحد، ليس الإسلام جاء ليعطيك أن الإسلام دين توحيد أن الله واحد، الشيطان يعرف أن الله واحد، ولكن هل فعلا هذا الدين هو من الله الواحد؟ لا بالطبع، نحن نبين لك الآن من كتبك ونبين لك من واقع حالك ومن لسان حالك أن هذا ليس من الله الحقيقي الواحد، أن هذه أفكار بشرية، اجتهادات بشرية خاطئة خاطئة، يفعلون أشياء رديئة خاطئة وينسبونها إلى الله. أي جهة؟ وين جهة حق في الإسلام؟ أطلب من الأخ أحمد إذا كنا متواجدين باسم الرب في الحلقة القادمة وبعدها، أطلب منك تطلع أمام التلفزيون هنا وتقول لي من هي جهة الحق في الإسلام؟ لا تقول لي فلان وفلان، أعطيني حزب واحد، الشيعة والسنة كلها أحزاب متفرقة سياسية ودينية، أعطينا جهة حق واحدة في الإسلام لكي نتناقش معها. أنت مطالب في الحلقة القادمة إذا اتصلت أن تعطينا جهة حق في الإسلام، حزب، كتلة، سياسة، جهة، نريد نعرف من هي جهة الحق اللي فاهم الإسلام حتى نقدر نناقش. هذه رسالة المسلمين. شكرا حسين، كلمة قصيرة أخيرة وبعدين صلينا نختم الحلقة. أحبائي، الحلقة اليوم كانت مركزة فعليا على الفكر والعقيدي اللي بتأدي للعمل والكلام والتصرفات طبعا اللي الإنسان بيعملها بحياته. والحقيقة المؤلمة أنه لما الإنسان يكون في عنده عقيدي فاسدي، فكره بده يكون فاسد، وبالتالي ألفاظه وكلامه وتصرفاته تجاه الآخرين بده تكون فاسدي أيضا. ولذلك لابد منا ندرك شخصيا أنه الإنسان كإنسان والمرأة كمرأة، ما في فرق بالخلق بين الكافر والبوذي واليهودي والمسلم والمسيح، كل البشر مخلوقين على صورة الله. الشيخ اللي تكلم في آخر فيديو عم بيقول للزوجة، يا زوجي إذا كان زوجي كفر بالإسلام خبرينا عنه. طب بدي أسألك سؤال، يعني لو في زوجي مسلمي أوكي وزوجة بيقول لها يا حبيبتي أنا بطلت آمن أنه لازم أتزوج أربع نساء، أنا آمنت أنه بس زوجي وحدي، أنا يا حبيبتي ما بآمن أنه النساء يملأن جهنم، أنا بطلت آمن أنه المرأة تقطع الصلاة، أنا بطلت صلي لأنه لا أؤمن أنه المرأة كالكلب الأسود وكالحمار وهم قوامون رجال قوامون، وأنا لا أؤمن أنه رجال قوامون على النساء، وأنا لا أؤمن أنه حور العين ومحور العين. أنا يا حبيبتي جبت لك هالورد لقلك أنا بحبك وبدي عاملك كإنساني محترم مثلي مثلك. طب هيدي المرأة المسلمة إذا سمعت الكلام هيدا، فكرك يا شيخنا بدها تروح لعندك تقلك إنه جوزي ما كفر بالإسلام، بدها ترجع جوزها يضربها بالمضاجع ويتزوج عليها أربعة، بتكون مجنونة هالمرأة هاي. ليش؟ لأنه النساء كلهم مثل بعض، ما في امرأة بتحب زوجها يتزوج عليها، شيء طبيعي طبيعيا الزوجة بدها زوجها يعطيها المحبة، السلام، الأمان، الاطمئنان، يدافع عنها. فلذلك الإسلام يفرض على الزوجة على المرأة ما ليس بقدرها أن تقبله. فالزوجة المسلمة إذا كان زوجها بيقول لها كل الكلام إلا أنا كفر بالإسلام،
ما بدي صلي، ما بدي اتزوج عليك اربعه، ما بدي اضربك بالمضاجع. بتتمنى المسلم يكون هالكلام هذا، ما بدي الا انت ناقصه دين وعقل. فلذلك احبائي اسمعوني جيدا، الكلام ليس من عندي، الكلام بالمنطق وبكلمة الله الثابتة المؤسسة إلى الأبد في السماوات. عشان هيك كلمتي الختامية لكل المشاهدين اليوم من خلال الإعلان بالحلقة هاي، الفكر مؤسس على العقيدة، والعقيدة تبنى على ما يصدقه الإنسان. ولذلك في ختام الحلقة أريد أن أسألك أخي المشاهد أختي المشاهدة، على ماذا تؤسس عقيدتك؟ على قالوله فلان قال على فلان قال على فلان قال انه الرسول قال، ولا على ما قاله المسيح، كلمة المسيح الحي التي تبني عليها حياتك، التي يشهد عنها القرآن بأن المسيح هو قول الحق. وإذا بنيت عقيدتك على شخص المسيح الحي، أنت تكون في سلام واطمئنان، لأن الحي كفيل أن يحييك، ولأن الحي كفيل أن يوفي بوعده لكل إنسان. وهذا هو المسيح الذي نعلن عنه اليوم في الأرامية. وأدعوك أخي المشاهد الآن أمام الله وأمام العالم أن تقبل المسيح، أن ترفع قلبك إلى الله الذي خلقنا على صورته، وتعلن بهذه الكلمات، قول بقلبك الذي يسمعك والذي يعرف حياتك من الأزل إلى الأبد، ينتظرك أن تصرخ له الآن، تقول له أبونا السماوي، لأن الله هو فعلا خالقنا والآب هو الخالق. أعلن نفسك الآن حبيبي أبانا السماوي، أسألك الآن يا الله أن تكشف في قلبي عن محبتك التي ظهرت في شخص المسيح، وأنا أقبل المسيح ربا وسيدا على حياتي الآن، وأعلن المسيح الحي أن يسود على قلبي بنعمة الإيمان التصديق بأن المسيح صلب ودفن وقام وصعد وآت عن قريب. ساعدني أبانا أن أحيا لمجد اسمك، لا أن أموت بل أن أحيا بالمسيح الذي دفع دمه الغالي من أجل إحيائي. إذا كانت هذه صلاتك أخي المشاهد، أرجوك أن تعلن هذا الكلام الذي أعلنته إلى الله، وتكون شهادة حية من الجميع بأنك منذ الآن أصبحت ابنا لله، لأنه مكتوب أخي المشاهد أختي المشاهدة بأن المسيح جاء إلى خاصته، وخاصته لم تقبله، بمعنى لم تعلن حقيقة هويته. وأما كل الذين قبلوه يعني they acknowledge، يعني عرفوا هوية يسوع الحقيقية، أعطاهم سلطانا، اسمع جيدا حبيبي، أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنين باسمه. دعوني أصلي الآن في ختام الحلقة. أبانا السماوي الحي المبارك، نأتي أمام جلالك الآن عالمين يا رب بأنك تعلم كل شيء، وأنك تسير كل شيء لمرضات اسمك الحي. ليتك أبانا في هذه اللحظات أن تختم على قلب كل سامع ما سمعه من كلامك الحي في المسيح فادينا، وأن تنير يا رب في كل قلب يطلب النور بالمسيح، لأن المسيح نور العالم. ساعدنا يا رب في هذه اللحظات أن نحيا الحق، لا أن نموت كما يعلم الإسلام، بل أن يا رب تعلمنا أن نحيا من أجلك باسم المسيح فادينا. لك أبانا باسم المسيح كل المجد والإكرام والسجود من الآن وإلى دهر دهور، آمين. في نهاية الحلقة شكرا للأخ كريم، شكرا للأخ حسين، شكرا قس جهاد لوجودكم معنا، وشكرا للمشاهدين الذين شاهدوا البرنامج. وحتى لقاء آخر، استودعكم رعاية الله.